جماعي في الطبلة مع الشيطان. جمعوا الأنبياء والرسل في شهر رمضان. إبليس ولا إدريس ما كاين عطم في لسان. كل نهار قصة جديدة في شهر الغفران. واش هاد الوساخه؟ لم السخ هو انت. شكون انت بعدا؟ علاش كتسول؟ وناري على فقصه مع منانا. واش هبطوني القسم الهوات؟ اسيست مسروع عطاك وما عرفتيش تماركي. ويا شنو هادشي؟ شكون نتوما بالسلام؟ انا ابراهيم. شكون ابراهيم؟ اللي حواك ولدي. ابراهيم النبي. ايه ابراهيم. تا انا نبي. تا انا حنا كلنا انبياء على هذا الحساب. اذا غير خصنا نعرفوا شكون هو شكون. نديروا ركن التعارف. ابدا انت النيت من اللي من الليصر. اخوكم في الرب يسوع المسيح الملقب بعيسى. سلام ونعمه والله يبارك تعب محبتكم. متشرفين. أخوكم في الله محمد ولد عبد الله ولد عبد مطالب ولد هاشم ولد عبد مناف ولد قوسي ولد الكلاب. ما كان عارفكش. أخوكم في الله لوط ولد خالت مول الباش. متشرفين. حبيبكم وخدام ديالكم يوسف ولد يعقوب. اللي عرفني ما يضر خاطر. متشرفين. أخوكم في الله نوح القبطان. أخوكم في الله آدم. أنا رقم واحد. أخوكم في الله سليمان ولد داود من كل فن طرب. أخوكم في الله موسى ولد عمران الفخر ديال اليهود واللي دوا إرعب. أبوكم في الله إبراهيم خليل الله. إبراهيم يعرف الله والله يعرف إبراهيم. أخوكم في الله أيوب الصابر. فو على جداب على جسمي فرح على لسان مسرح. جيب الدورة كمل. أخوكم في الله إبليس. دريس كان هنا. كان مرحبا بيكم درداركم. كلوا ما تحشموش. لا ولدي الله تعالى قال لنا نتسناو الزمارة ديال المغرب. على حسابي غبالي وزبي مالك داير فيها أمير الجماعة؟ تعاد حطك الجمل في الصحراء. من اللي يدو وزيرة ولدي امنا ديك الهضره ديال اشرف المرسلين وزعت راه عامره في خاويه. ويلي انا هو مول الشفاع. وتريح انت جاي معطل بقرون وباغي تاخذها بارده. تا انا تعذبت. اسكت احوي البراش. يا بالقحبي عندك الوجه باش تهدر وانت حاوي بناتك. سكروني خدروني. شكون عرض على هاد الزامل؟ الزاملة هي امك. وابا ابراهيم اش هاد البراش اللي كانت شاركوا معهم الاكسجين؟ انا مبات حد هباكم ادم مرضلع. انا خاطين يا اخويا انا غا حويت ومشيت. حويتين طبون. ما عنديش امي. مالك حمار؟ ورا خاصو يكون حمار باش ياكل من الكرموسه ويريفو لي ولا من الجنه. اسمعها ادم والله تا غادي تفهم مزيان مع سليمان. علاش؟ حيت يفهم هضره الحمير. واتقي والله راه مائده الرحمن هادي. خلاو الرجال الشداد وجيبين هاد الحتالات. الحتالات كون عيطوا بعدا غير على صالح في بلاصه هاد حميده راس الميده.
قل لك صالح السيد معاول الفارق بناك اش دخل الحشافه ديالو في طب النبوه؟ انت طفرتي وياه قولها ليه. تراني جاهدت في سبيل الله. جاهدتي في الفرج انت لها محل لك من الاعراب غازي بحال المصران الزايده. واش ولد القحبه وجهك هذاك ولا كفاك مصوب باركو باغي تخلق به السعاده؟ زمطك عشير اسير تقود. عيسى فين يحيى؟ ما عرضوش عليه مسكين. هادي راه ضيافه الله مدى فاكرز. واش صحابك حمام غيجيبوا ليه كسال بحال يحيى؟ اح على الحمام اجي نحك لك ظهرك. شكون انت؟ ما تنعرفكش. حتى انا اول مره نشوف. قلت لكم البارحه على ادريس. والتانوت اسم ادريس؟ ادريس تنعرفوه؟ ادريس ويلي سالق لاوي. واد ابراهيم شنو هاد البلان؟ قال لنا تسناو ها حنا تنتسناو. وراه بزاف. واش يوم القيامه؟ رمضان. رمضان وحنا مالنا؟ سمعت قال لك الله توحش الجو ديال رمضان وبغى يدير لينا هنا سيناريو ديال رمضان بيناتنا. وباش غنعرفوا المغرب وصل؟ ما كايناش الشمس. غنتبعوا توقيت السعوديه. يونس الطبقه بصايمينش غيبقى يحرد فينا شهر كامل. الدراري هضروا معايا برجول. واش داك الهيت اللي كان جبريل تيعاود ليا غير بروباغاندا؟ فوالا. باش عرفتيها متقوب الكف؟ باسم الوالد والوالدة والروح القدوس العتيدة. أنا الكلمة والكلمة أنا، والكلمة كانت عند مولانا، والكلمة هي الله أنا. الكلمة هي سبي سبي سبي. اش هاد الحسقة؟ هادي هي الزواقة ديال الفطور. عندك الحق عيسى، طلع الله شاد بينا الستون. هكاك تيدير كور وعطي اللاور. غيسمعك حبيبة. واش الملايين تيموتوا يوميا ما تيتسوقش ليهم وغيحطيني انا؟ وليتي مليحي دعويصة. وليت طب وليت حشون امك. عيسى خسرتي يا عشيري والله تخسرتي. فين ديك المحبة وأحب أعداءكم باركوا لعينيكم كوزوا لي مبغضيكم؟ فين شفت أنا شي حاجة؟ دوزت 16 ديال 3 سنين حتى القريد ما فرحناه وفي الآخر تعلقت في خشبة. في سبيل الله. لا راه عندو الحق. الله واخا دار معايا المزيان ولكن شي حاجة دارهم لا علاقة. بحالك انت كاع ما خاصك تسول. دوك قصص من الغولة اللي دوزتي غير خليها على الله. ورا كلنا دوزنا. ادم الزمل بو هو السبب. واسي ولا باغي تضرب شوف شي واحد اخر انت ما تلصق على الاخر. ورا انت السبب ما كتكذب. انت هو السبب. ترى ماشي انا بعد مني تعطيني الثقه. اللهم ان هذا المنكر وانا راغي مالك. وولدت انت بسببك تصلبت القصعة. والشيطان اللي دار لي الصابونة. لا لا اش تخربك الشيطان ما دار والو. ودارش من ما دارش. عود لينا انا ما جبتني اخبار. انت كنت مقابل الزوام اللي والسوارك. نار حليت عينيا في الجنة شدني الله انا والضلعة ديالي وقال لنا ما تاكلوش من ديك الشجرة المحرمة. ديالاش ديك الشجرة اخي ادم؟ بوهرة يرفر عليا كريب التاول. ديال توت تيتيز. شي من تيتيز المكلخ اللي حطك؟ واش الله غيعلق الطباب في الشجرة؟ وما نعرف اخورا الجنة هاديك. كمل ادم. سحبني ديال التفاح. وبقينا هنا. تفاح حميدة كان مازال ما كاينش. وكمل صاحبي. والمهم وجا عندنا الحنش. اح على التعبان. دار لنا الزردخ وكلينا التويتات. ناد الرب كاع علينا وضربنا بركله ولقينا راسنا بحال باعه وسط الارض. وعلاش مسبيها في الشيطان ولد القحبه؟ هو اللي دوخنا. اش يدير الشيطان اصلا في الجنه؟
تيجني التوت. ذكروا مزيان اخوتي، الله هو اللي كاتب هاد المسرحية، ياك هو اللي مدخلك للجنة وقال لك عيش فيها انت ومراتك، علاش داير لك العصا في الرويضة بشجرة التوت وهو عارفك غتاكل منها وموجد لك لقاء مع الشيطان؟ تسنى يا ابو تقطيرة، مازال ما وصلتش نوبتك. عندك الحق ادريس، هاديك راها حكمة. الحكمة كاينة في ترمتك عمي الحاج، هادشي اللي دار الرب راه حزقة، بحال الحزقة اللي تيحزق علينا مع المغرب. اودي دابا اللي فات مات، الحمد لله غير اللي تصوفينا. ديما باغي تصوفا ولد الذين، حتى نتوما تصوفيتو معايا، نتوما كلكم ولادي. عاود لينا على الضلع حوا نورمال. زيارة ولدي منا ولا نهتك لك العراض بليد. يا بسم الله، قبل أعرف على العاصر ولا غنعربط على ربكم. ما تديروش الخوش، واش منيتو غيبقى مبهدلنا 30 يوم؟ صبر، ما عندنا ما نديرو. شوف أيوب مسكين شحال مدبور وصابر. أيوب دير مدير لينا غير تأنيب التامير، ما تيصومش ومأمر بلاصه، وراه ديما صايم. السيروم يفسد السوم. كون جابوا لينا يونس نخراو على ربو بالضحك. ما تلقاه تيقلب على بالينا يبردش فيها عاوتاني. وآدم تزبك، كمل لينا القصة دحوة. ايه كمل لينا القصة الحوا. واش انا خدام عند جدبوكم ولا؟ سي مقيم على ضلعتك آدم. وانت كتشوف. عاود نجيبو بك المغرب، عرفنا على ديك الضلعة العوجة. واه صراحة حوا كانت بحال اختي، ولادنا كانوا بحال الخوت، والخوت كانوا إخوة وأخوات، أخوات بعضياتهم، وتولادهم كانوا خوت. شي حاويشي وصاف. وشادين فيا أنا على ود بناتي، هو آدم طلع على صين كتار مني. آدم دابا أنت مين كنتي تتحوي حوا؟ كنتي بحال شي واحد قطع يديه وبدات يكفت بيها. واش يدرس اللي درسنا ندوروها فاحشة والهضرة اللي ما تسواش؟ والله إلا اللي تسحر مع هاد البراهش في صباح فاطر. وا عمي إبراهيم، وانت الخدامة وما سقلتيهاش، ديرنا فيها هنا مصلح اجتماعي. ولكن أستي آدم برجولة وما تقلقس مني آفك، علاش كليتي التوت طب ونمك؟ ويا واش نبقى نعاود في الهضرة؟ صافي الشيطان بيعنا العجل. غير ترجع. لا والله تبصح، سؤال مهم ديال السيمو، عرفنا الشيطان دوخك، ولكن اش عجبك في التوت؟ ياك الجنة عامرة بما لا الدواء طاب. وراه على قبل هادشي علاش ما كنبغيش نهضر؟ واش شفتو الجنة ولا غسامعين؟ جبريل عاود ليا عليها، فيها التفاتح. تا جبريل اش غيعرف في شي ماكلة؟ الملائكة راه كيشموا الغبرة ديال العرش، داكشي علاش هما ديما مضرين. درتي لينا التناوي يا ادم. حتى انا ما عارفش هاد القضية، حتى واحد ما عارف. حكمة هاديك اولدي. اسكت شوي بارك هي تتعترف، اشرح لينا هيا كيفاش القالب ديال الجنة. انتوما غتشريو ليا الشمبانزي مع الله. تمليد اش غيدير لك الله؟ يعاود يلوحك في الارض؟ صافي اللي فات مات. والمهم يا رب تسمح ليا، وترى الجنة وما فيها والو. شنو؟ شو يا ابن الشرموطة؟ حتى انت فقتي ورجع رجعت الناس، راه نسكت لك القلب هاد الهضره اللي غنقول. والتريح صاحبي دايرنا فيها داخ دوخ، كيفاش ما فيها والو؟ وهذه هي الرملة بالصح. ودادي فسر لينا. الجنة راه عدات الشان، راه ما فيها ما يعجب، راه الحريقة فين ما درتش. والفواكه والرمان والعصافير؟ غير الخلا والقيفار، على غير جيتو كليت التوت. قريتي دابا؟ وراه عرفنا الشيطان اللي جا عندنا، لا انا لا حوا، ولكن ديك الشجرة وكنا قانين عليها بلا بيه. ما تقولش ليا التيتيز ما كاينش، غنخسر مع خويا. كاين البعابع، على كون كان التيتيز، علاش غير زين الله انا في ضلعة؟ وهادي تخويرة سينك سينك، الحور العين علاش طالع الفيل؟ والغلمان؟ شنو هادو؟ الخريب ديال السيمو ما تديش عليه،
سحب له الجنة دار القحاب. ولكن حبس حبس، إلا الجنة مقود على ربها منين جابوا لنا الملائكة هذا الخير اللي كان ناكله في المغرب؟ فاك الكالخ المبين معاكم أولاد القوادات. مالك أدريس؟ واش هاد الراجل اللي تتاكلوا فيه هنا ما كليتوش في الدنيا؟ كليناه. ايوا فين ديك لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا قلوة نكحت؟ ما فهمتش. فسر مزيان. راه تيوكلكم ماكلتكم، هو ما عنده والو. دابا هاد التمرات والبرمه ديال الحريره سارقينهم لشي حاجه من الكوزينه؟ مالك حمار، ما كرهتش دوك الزوامل كون وسعوها لك على الغباء اللي فيك. وصافي طلق مني. وتيدير الكلوناج اوه. كلو النعمة الله كلو مشيت لي وصمت غير بززز اليوم هاد الدراري وكلنا تأزمنا. ادريس ولد العجالة غير طالقة علينا يمكن. بغا برد على راسك. شو داك الكرولاج اللي دويتي عليه؟ كلوناج. هذاك شنو هو؟ دابا الديسير والخضره اللي كنتو تتاكلو في الدنيا ياك؟ انت ما كنتيش كتاكل؟ وغي ميتال الوايطي. انا حويك انا. وعرفنا الخضره واللعيبات مالو؟ بنادم اللي صوبهم ما كانوش عند الله. ويلي ومنين صوبها بنادم؟ دار لها كون فيكون. تقي الله اش تتقول المسخوط. وكانت قبل ولكن ماشي صالحة للماكلة. جا الإنسان بدا يقاد فيها بشوية بشوية تولت مزيانة وتقدر تقصيها. مشاكيل لا ما صدقش العشرين. من ما قادرش يوفر الحاجات الطبيعية؟ علاش خالقنا؟ حكمة. با إبراهيم أنا تنتبرى منك، راك دبرتيني بالحكمة. غتلبدها ولا غنكوفرك تولي بحال أيوب. ولكن الا فكرتو فيها الخوت راه ماشي مشكل، يدير لي انا غير الكروناج ديال عيشه في الجنه وشي نخله ديال التمر وبيدوزه دبول البعير وعلى نبينا على وعلي السلام. شحال غمرنا وتعذبنا باش نطلعوا للجنه ولقاو سلعه الشينوا. فين تعذبتي انت يا ولد المارجه؟ 100 عام وانا كنبني في الباطن. اللي سمعك يقول ما عرفش طرا ليك، انا شوف غير في يدي بلا ما نعاود لك. حنا تلاحينا في العوافي يا ولدي. انا لاحوني في البير. وانا كانوا غيجلسوني على القرع. وعرفناك انت غير سكت. واخا هكاك راه ضربت التمره محينك، ما كيحس بالمزود غالي مضروب به. شنو هاد التكرفيصه اللي دازت عليك؟ ضربتي دويره بالباطو، درتي السياحه والملاحه وطانوج مع كرك. نوح ترمل للدراري. ونوح الزب راك ما درتي التقلوة. كونو تحشمو عمكم نوح هو اللي نقدنا كاملين. قول لهم ابا ابراهيم قول. وقول لنا انت نيت. وفين نبدا وفين نسالي؟ بدا فركبتي في الباركو وسالي فهبطي من الباركو. مالك حامضة دريس؟ واطلقنا قلنا شني عندك قبل ما يحزق عنا الواسع. واش صحاب كان حلايقي؟ واطلع الدافع على راسك ولا قود. واش كتعرف واش هي 100 عام؟ 100 ما كيجمعها غلفهم. 100 عام والناس كلهم كيتعاملوا معايا بحال شي واحد هارب من سبيطار الحماق. وحتى وليت انا براسي كنشك في السلامه العقليه ديالي. وراك حمقني تتبني باطو. وشنو ندير؟ ياك الله مول البلان الخرواني قول لي هبط باطو من السماء. هيك ما أولدي هادو جهل محكة ديال باها غير ديال التصرفيق. ولا عطا الله عطاه. كمل. هي هاديك نهار كملت الصحة ديالي التهلكات، عمرت على راسي الكريديات، دازت عليا الميزيرية، حتى قلت مع راسي تفكيت. قال لك سير جمع الحيوانات. مشاكيل. وسير انت جيب جوج من الحاجة بحلا غادي تخطب بنت عمتك. وشنو درتي؟ ولد القحبة حتى كتوصل اللقطة الزوينة عتي حلنا ترمتو. اللهم إليك صمت وعلى رزقك أفطرت. أبقى الدعي الله يخلي لك السيم وهجل أفطر. واحد الحاجة ما بغاتش تفهم ليا في القصة الباطن،
شنو؟ علاش الله بقى تيتسنى 100 عام باش يبني الباطو ويعاقب الناس؟ عجبتني طريقة التفكير ديالك اخويا سليمان، ولكن مازال عندك داكشي سطحي. دريس عميق تبارك الله. الا جينا نسولو علاش نيت، وسول على جوهر المشكلة. علاش اصلا خاص هاد الباطو؟ علاش مخدم معاه نوح نجار؟ يهبط سكتة قلبية على حزاق كامل وسالينا. الله عزيز عليه لاكسيون. سولوني انا على لاكسيون، طالع هابط من الجبولة والدورة من الصحاري. ماشي غير انت. وبلاتي علاش قاع قاتل الدنيا كاملة منيقها؟ واش ما كانش عارف انه غيكعى على البشرية؟ اش هاد لعب الاطفال؟ الله ينعل جد بوكم الكلب، وخليو السيد يكمل لينا. مشيتي كتقلب على الحيوانات. اه جوج من الحاجة. علاش جوج؟ باش يتوالدو وما ينقرضوش. كنتي تدورهم تشوف واش ذكر ولا نتوا؟ وباش كنتي تتعرف النملة نتوا؟ الحشرات الصغار كاملين باش كنتي تتعرفهم؟ الله ينعل طبون طبابيل المطبنة ديال طبون امكم، وخليو السيد يكمل وما شغليش في ذكر ونتوا النملة والحواق. وهي هذيك مشيت جمعتهم. جمعتيهم برضات الوالدين. غنخسر معاك سليمان. والوط الزامل. انت زامل؟ هذا الهضره ماشي معقوله. السيد مشى جاب السبع ولا بؤا التمساح والتمساحه. وغير سلك ولا اش من سلك ولا قنب، حنا راه عندنا دماغ تنفكروا به. ديك سلك راه تيديرها الله اللي حساباته ديما مرهونه. واو 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 طلعتي ذكي يا موسى، كنتي تتبان ليا كانبو. ولكن دابا نتوما علاش شادين في نوح مسكين؟ هو راه عبد المأمور. ايوا ما يكذبش علينا ونكونوا معاه زوينين. فاش كذبت؟ كذبتي في سليمان سخر اللور، خليني انا نجاوب. سير على الله. كيفاش درتي جمعتي الملايين ديال انواع الحشرات؟ غير تيله غتوحل معاها، وكاين اللي صغار خاصك مجهر باش تشوفهم. بلا ما نهضروا على ذكورا واناثا، كاين الانواع اللي بعاد على فين كنتي عايش. منين جبتيهم؟ مشيتي عندهم ولا جاو عندك؟ كل واحد والمناخ ديالو. خشيتي الدب الابيض مع الكوالا؟ وكي درتي للحيوانات المفترسه باش هزيتيها، درتي لها البنج؟ جبتي الفيل من افريقيا بكرويله باش عرفتي واش جايب واحد عاقر ولا شارف ولا مريض؟ باش عرفتي انهم كلهم غيعيشوا، ما غيمرض حد ما غيموت حد؟ هاد الاسئله نقدر نزيد عليهم مليون سؤال، حيت القصه ديال الباطو قصه تنعسوا بها الدراري. او الله تب الصح. يجاوب على الاسئله و غتبدا تمتم. وفي الحقيقه هزيت هذاك الشيء اللي كان داير بيا. ما زوجوج بيبيات؟ لا، ديت معايا جوج كلاب هاروش، جوج دجاجات، جوج سراق الزيتات، جوج فيران، جوج رتيلات معزه، وجوج حواله. وحنا اللي حواله متبعينك. حبس حبس حبس، وعلى هذا الحساب منين جاو دوك الحيوانات اللي ما ديتيش معاك في الباطو؟ طورو. شنو شنو, شنو؟ لا مسارني كانوا يتلصقوا بالجوع وفرق التمر بلا هريف. تاكل راه الخير موجود. اللي عنده شي زبيب يعطيه ليا. زوملتيني يا ولدي يعقوب. طلعت لي الحريره الرب فكر غا ولفها، راه ما غتلقاش احسن منها في الجنه. شفتو تيحط لينا غير النباتي، اما النقنيات على ذكر القنيات، ما زربتيش على دوك الفرارج اللي كانوا معاك في الباطو نوح؟ لا خويا ما قصدتهمش. شحال والباطو تيلعب فوق الماء؟ والله ما عقلت، شي عام يمكن. وشنو كنتو تتاكلو؟ دينا معنا الحمص. والماء تشرب كي درتو ليه؟ دينا البيدوزات ديال 5 يطر. عام وانت كتضرب في الحمص؟ وراه مصارك غادي يوليو طايب وهاري. ربي دار تاويل الخير. طلق علينا جاك سبارو، كاين شي واحد غيصبر عام بلا بروتينات بلا فيتامينات؟ شنو هادشي؟ واعترف راك ديتي معاك المجمر والفاخر وضربتو بالفاف. مالكم جالسين تحاسبوا فيا؟ الله خلاني ندير اللي بغيت.
واحد القضيه اخرى عاد انتبهت ليها على حساب الخريف ديالك، حنا كلنا من الدريه ديالك. فوالا وبقى تقول ديك فوالا بلا فايده. ايوا شكون حوا شكون؟ شبكات في الباطن شلت راميه مولاي التهامي. ركبونا وخلطونا. وبقاو تضحكوا، ما دير خير ما يطرا باس. من سد الله الروبين فين مشات السفينه؟ طلقت هاد الباباغيو مشى ضرب طليله، منين ما رجعش عرفناه لقى جزيره هي هادي، دفعنا الباطو حتى وصلنا لليابسه. طلقت دوك جوج رتيلات وسرق الزيت يسرح. صافي عيقتي نتايا بركة من التمسخير. ونسيتوا واحد القضيه اخرى. اما هي النباتات. عندك الحق، الله قال ليه جوج جوج من كل حاجه. واش ربكم تسطيتو وهو بقرا وما عندوش وباغينو يجمع العشلوش والازهار؟ وفينا هو قوس قزح؟ اش من قوس قزح عاوتاني؟ ديال تطياب الخاطر والمصالحه والحب والمحبه، داكشي اللي سمعت انا. شنو سمعتي؟ هاد قوس قزح بحال الى الله زعما تنادم معاه الحال، قال لك دار قوس قزح زعما بحال شي علامه لينا، وعد لينا انه ما غاديش يعاود يغرقنا. ما شفت لا قوس قزح لا تقلو. ومالكم على الكذوبات؟ وما بقيت فاهم والو انا. ما عندكم ما تفهموا، الله من نهار بدا هو غير تيخرا ويستف. واش ما كتخافش يسمعك؟ اودي راه الملايين ديال الاطفال تيموتوا بالجوع يوميا وما تيسمعش ليهم، غيقابلني انا. ديك السفينه فين بقات؟ من عتقكم سيدي ربي؟ بقات السفينه كيتجمعوا فيها الطوبات والحشرات الضار. شوف حنا فين وصلنا، وخالي بها راجع بينا للباطو، عنده ديكالاج ديال 950 عام. منين مشى الطوفان وخرجتو؟ لقيتي شي مخلوقات ولا كانت الدنيا تتصفر؟ ولقينا موجود بحال ما كان والو. وعلى السخسخك على والو؟ دار لكم القولابه الربانيه. قلنا لكم حكمه، علاش تتشكوا في الله؟ الله ديالك سير شم حزقتو، خلينا نقسموا الصيام. سيمو دوز البطبوط. هز من حدا ايوب، راه عايش غير بالتقطير. واش غنبقاو ديما مع هاد الكنوس؟ اشنو؟ ونبدلوا الجو شويه، راه كرهت حياتي بالجلس هنا مع شي وحدي. على ما تتهضر ولد الروماني؟ عليك ولد خالت مول الباش. شنو هو؟ وراك غير جاي في طريق با ابراهيم. وتثبت ولا نثبتك على الصليب نعود لك الفيلم؟ ورا قال لك المعقوله زبي، انت لاصق بحال الزنطيط. فوال انت ولدي من الحمقه محامي. وهي في الحقيقه ما محاميه ما والو، راك فعلا غير خضره فوق الطعام اخويا لوط، وما ديهاش مني قل الصواب. العزه الخوت فهمتوني؟ مدوري عليا السنطه ولا اجي ودوروها عليا ودوروني؟ سكتي هزام لا سكتي؟ لوط ولد خويا الله يعمرها دار. سكت عمي، خليني مني ليهم الراس في الراس. واش حنا عسكر ولا زمر؟ زمر والله حتى زمر. باش نقص عليكم انا؟ باش تدير بحال هارون خويا، اي مكملين بيك عشرة. ما فهمتش. وغير جيتي في الطريق. النبي هو ابراهيم، انت غير دوزيام حلوف. لا هو دوزيام قنفول، وراه انا تعامل معايا الله. وراه التعامل فيه وفيه. واش انا بحال حواء؟ واش دخل حواء في الهضره؟ والقلاوي نهار هبطوا الملائكه اللي جاوا عاونوك، فين مشاو؟ جاوا عندي. وقبال ما يجيو عندك؟ ما عرفتش. ومشاو عند ابراهيم حيت هو النبي ديال بصح. عمي واش الهضره فري؟ كاينه اولدي قواده هادي ورس الطبل، قلد ابراهيم اللي جايبك تحت دراعو، ما تقلدنيش انا. طيحتو عليه الضيم مسكين، ما محتاجش العطف ديالك، تخصو كرك. الله خاف ابراهيم يمرض بالزهايمر ولا يحزق ليه البيروس. ودارك انت يا بلومبي؟ بلومبي يا يخشي ليه وسط حنا ندير. الواحد هو اللي يديرها بندير، واللي جاي يدير يا فاعل الخير، صغير وكبير، تغماس وديسير.
وغنبقاو نعاودو في نفس الهضره من جديد. كاين مشكل ديال الزمله، علاش مكلفك الله تحلو؟ ماشي حل ادريس، الله كان هاي قواد بناتو. واحترم راسك السي القواد وباك، وعطيتي بناتك الحق يتقال. عطاهم للزواج. كيفاش الزواج؟ زامل اش غادي يدير بمرا؟ هادي ما فكرتش فيها، ده هي ود الذين كان غادي يخشي في القرآن. اش هادشي يا لوط؟ واش باغيهم يوسعوها ليا؟ والله ما الضربة تجي في بناتي. دوك بناتك اللي ما زقلتيهمش. وليتو كتخلعوني نتوما. ما كاتب الله تتصرف. وانت الزوامل تجمعوا غير في قبيلتكم، مالهم ما كانوش في قبيلة ابراهيم؟ كلهم تبعوا ترمت لوطا. شي حوايج ما دخلوش ليا لراسي انا بعدا. بحالاش؟ وهاد قوم لوط كيفاش كانوا تيولدوا شي راش قوفشي؟ كانوا هادوك اللي كيضربوا هنا وهنا. وانت علاش بقيتي بيناتهم؟ راه قلنا لك قواد بناته دخل بهم صريف. ما تكونش فيك تنت الفارة خيلوط. من عاشر قوما 40 يوما. مالك با ايوب؟ واقيلا بغا ياكل. منين غادي ندوزو ليه الماكلة؟ ومن تقبتوها. شفت ايوب مهدن بزاف اليوم، ياك ما مات. على كان حي بعدا. راه تكالما حيت درنا ليه شويه ديال اللويزه في التيو. علاش تقلق البارح؟ ضراتو الزمله ديال الله. وانا اللي غندرك اليهود، ابقى تابعني. مالك تقرصتي مول الفلس يقفز. مول الفلس تهز. عليك العفريت. واش باغي تعصبوني صحه؟ ومائده الزب هذه ماشي مائده الرب. مش فينا زب هاد الساعه. لا حول ولا قوه الا بالله. دراري صافي خليونا معقولين الله يرحم بها الوالدين. تيكون بنادم هانيكس تيبداو ينبشوا. وي بصح ما تديهاش فيهم. تتغوفل عليه. محمد خرج من هاد الصداع بليز. فين كاين هاد الصداع؟ فتقبتك. لوط سؤال عافاك. سول. دوك الملائكه اللي جاو عندك باقص. شوف 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 كي تيقمقم عاد والله. ياك مشاو عند ابراهيم قبل داكشي اللي قالوا. ايوا نسولوه. انا ما جا عندي حد. وبا ابراهيم هذوك الملائكه اللي جاوا عندك بالشروط اللي كانوا غاديين في طريقهم عندك الزامل ديال لوط. الزامل هو انت يا ولد القحبه. بسم الله عليك شكون هضر معاك انت؟ علاش تقول عليا زامل؟ ومال الزامل ماشي راجل؟ قلت كانوا غاديين في طريقهم عند الزوامل ديال لوط. سمعت الزامل ديال لوط. ايوا سير نقي ودنيك. انا ما جاو عندي زوامل. وبقينا هنا. خليني خليني انا كنت فاهم معاه. شكون انت؟ ليك واك عمو ليك واك. انا نوح. نوح؟ اه. ايوا يلا نركبوا في الباطو قبل ما يغرقنا الطوفان. اش من طوفان ها بجدي؟ راه الاف السنين دازت على هاد القصه. ألف عام هي نهار عند الله. هذا راه مريقل على التوقيت الواسع، ما غديو منه لا حق لا باطل. تتسولوا على الملائكة اللي جاو عندي؟ دوك اللي فرحوني بالوليد ومن بعد مشاو عند القوم ديال لوط ولد خويا. وشوف غير عكس ولد القاف. هادوك أبا إبراهيم مالهم؟ كيفاش كانوا؟ كانوا بيضين زوينين معسلين. ما تعرفهم مرا ما تعرفهم راجل. الضحكة والتبسيمة والوقفة والهزة والحطة ما تشبعش من الشوفان فيهم. ترجعوا فيك روح الشباب. كل ما كنت مزوج كنت زعطت فيهم. أما إذا أولاد القحابة هزولت النار فرجت الشواري غادي ويخناز. انا بنت لي هاد الحرفة النبوة نايضة غير على الحوة. تانت تحويت يا عمي كفرة. انتو بس انتو بس انتو بس اللي ناك ولداك. علاش الله مصفت الزوامل عند الزوامل؟
انا كانوا تيجيوني غير المحافظين يا لطيف. باش عرفتيهم زوان؟ علاش غيقيم عليهم الشعب الا ما بانتش فيهم الفرق؟ واش انا اللي مصيفطهم؟ هضروا مع الله. الله تيهدر معانا غير بالحزاق. ضرب ضرب القص مشات لك غدا. رمضان ديال المرض شحال فيه؟ فيه 30 يوم. ما غيخرج حتى يخرج لينا العقل. وفين باغي نمشيو؟ خلينا مقصرين هنا كنقرقبوا النابصة. غيسالي الشهير كل واحد غيمشي يشد القدن عاوتاني وغنبقاو نتسناو يوم القيامة. فين مشات طلعت؟ وشكون عرف؟ هاد الجلاس بوحدنا يقدر يحمقنا على 20. كيفاش؟ وشوف با ابراهيم ولا غير كيهلل المسكين. ابراهيم راه من نهار خلاقو البيزاغرات ديال عقلو راشي. انا راه نقريك ونقري اللي قراك ادريس وجه الغيس. وما تقلقوش لينا با ابراهيم. وبقات الحس ليه الكابه تما. راه بالخف فين كرك؟ انا ولد خوه ما عقلش عليه. لوط فين كنتي نتايا نهار شعلو في با ابراهيم العافي؟ لا واه شعلو فيه ليسانس كذوب. نورمال. انت محمد جامع شيخ شلاع الله يسر وصافي. محمد عارف اش تيقول. نتوما اللي غرقكم الشيطان ومشيتو في قفان تقوبه. ها اللي قلنا ها هو بدا تاني. هاد الله حتى هو تقاتل باش تفهمو ما تفهموش. اش عجبو في ابراهيم؟ الله صورة طبق الاصل من ابراهيم. شارف وحمق وفين ما يحصل يقول حكمة. وديروا النية وتقوا بيه ولا تلقى ديت العافية حقيقية. وبالإمارة بوبريس هو اللي كان تينفخ عليه. كيفاش تينفخ عليه؟ اش دخل بوبريس في الهضرة؟ حكمة فوال. عليها قبيلة كان واحد بوبريس لاسق في رجل الطبلة وغير جيت يا محمد بدأت يقرأ المعوذتين ويعلق. كون شديتو نفراه ربو. ويلي حشومة بوبريس حيوان أليف تنجمع به الأجر. يوض القحبارة كضيف الله فين مازال شي حساب. قول لينا بوبرايم كيفاش تعرفتي على الله؟ قصة طويلة أولدي فيها البتلاء وفيها المحبة وفيها الصبر وفيها الهبال وصحاب الحال وخرج العقال. خليه يعود لينا. أنا عرفت الخالق من اللي كنت ما زالت الرضع البزولة. عرفتي النبك وادريس وخلي عافاك وراتي لوح علينا النواوذ. مالو؟ كيفاش هذا أمن بالله ومن بعد غادي يطلبوا باش يطمئن قلبه؟ كيناتي شنو داك اللابق ديال يطمئن قلبي؟ لا شحال هو خدام معاك ومازال ما تتقش. انا غير هناني من خديجه وعطاني عويشه وليت معاه الروح بالروح. ايوا مشيت عند النمرود درت معاه المناظره. درتي معاه القلاوي؟ وادريس ما باغيش تسمع سير اخويا بدل ساعه اخرى. شنو هاد المناظره هادي؟ انا تنعرف عمي ابراهيم مزيان كنعطيها غير الدار والحزاق في السدابر. كنت تندير الخلوة مع الله تعالى داكشي بيني وبينه. بحال نهار تطاولك الفيزيبلات وبغيتي تذبح ولدك. اسحاق. اسماعيل. اسحاق واسماعيل اسم من اسحاق. والمقملين وشر الخلق مقاتلين على سمية الولد ونسيتوا الفضيحة ديال الاب خارج يذبح ولده. وبغينا نسمعوا المناظرة. شكون باقي مسوق لشي مناظرات؟ خلينا نضحكوا زبي. ورا ديك المناظرة الرب ديال النكات. قول ليهم اش قلتي للنمرود باش دير ليهم الشلال بالضحك. والله تفهمتو الكافر بالله ما تعرف ألف باء منطق. عطيتو على شيقلب. شنو قلتي لي؟ شكون هو هاد النمرود بعدا اللي حردها ليك؟ نوض تعمد. فكرتيني بولد خالتي هو اللي ناقص هنايا. قلت لك داك ولد خالتك غير كسال. هضر ابا ابراهيم. النمرود بغى يكون هو الله تيتحدى وتيقول انا ربكم الاعلى. ربكم الاعلى دابا هو القص. لوحتك الرغيفه فك اللي هدا ايوب.
رجال رخيفين هاد الريف رجال رخيفين. خليتيني ابا ابراهيم البارح الليل كامل وانا كنفكر في العافيه اللي لحوك فيها وما مديش. معجزه ربانيه سلوقيه ابراهيميه واتقوا الله لهنايتي يقول جد والدك الكلب. وكمل اش درتي مع داك النمرود؟ بهدلت والدي خليت ضحكه وعبره لمن يعتبر. قول اش وقع يالله نديرو معاك حلل وناقش. دابا هو بدا يتساطح معايا على الربوبيه. الزبوبيه؟ الربوبيه اولدي الرب اولدي ماشي الزب اللي تخيل تحلم به. ايوا قلت ليه الله يحيي ويميت قال لي انا احيي واميت. ايه زيد كيفاش زيد واش هادي هضره؟ وغسل لك ادريس صحاب راسو غلبني وانا موجد ليه واحد العشريه غنجيبو بالضربه القاضيه. اما هي واش حال فيك ديال القنبله عمي؟ سكوت انت خليه. من يكونوا الانبياء الكبار تيهضروا الانبياء دوجيه من عجل يشدوا الارض ويتصنطوا ويتعلموا من الحكمه. كلاشاك عشيري زمتك وكملها ابا ابراهيم تكمل. قلت ليه الشميشه تيجيبها الله من المشرق جيبها انت من المغرب. دريس زير بقيت تمتم درت ليه الفضيحة ما عرف مسكين ما يجاوب. لا كاين جواب غير هو يا إما النمرود حمار ولا أنت حمار ولا بجوزكم حمير ولا هذيك دبا باينة. وكذاب أنا شاهد واش النمرود مسوق ليه؟ وأنتم كتحاموا دابا على باب إبراهيم وما قلتوا حتى جملة مفيدة. متفق أخويا آدم كيضحكوا عليه وكيتهموا على والو. بلاتي بلاتي شتيكم كنت أنا النمرود غنقول لربك يجيب الشمس من المغرب. ألا أولدي أش ساير تزعلك راه الله اللي تيجيبها من المشرق إلا كان النمرود هو الله خاصو هو يجيبها من المغرب. أنا إلا كنت النمرود غنقول لك أنا هو الله أنا اللي تنجيب الشمس من المشرق قول لربك يجيبها من المغرب. إوا باش عرفنا هو اللي تيجيبها من المشرق. إيوا باش عرف هو أن الله ديالك أنت هو اللي تيجيبها من المشرق. أنا عارف. مشكلة معك والنم والجهل ومالكم مقاتلين مع الشرق والغرب راه الكرة الأرضية اللي تدور على راسها وراه الشمس علاش تنهضرو واش يباني الشروق والغروب سبابو الدوران ديال الأرض على راسها. إلا بغيتي الشمس تشرق من الغرب خاصك تقلب الدورة ديال الأرض. غادا تدخل وتخرج في الهضره انت الشمس راه تجري لمستقر الله تتغرب تتمشي تسجد وتعطيها الله البيرميسيو باش تعاود تشرق. والله حتى نتوما حماقين متبعين عمي ابراهيم وهو اللي جاتو في راسو كيطلقها. هاد الهضره على الشمس تتجيب ليا غير الجوع تتفكرني بالمغرب شحال مازال معطل. الوط انت تتعرف دار عمك مزيان ديك الخدامه كانت قوقة ولا مش قدرة؟ هاجر آه كسيدة ديال ما وكيفاش تتزعط فيها؟ كانت تحك ليه ظهره وتدوز ليه الصابونة. هاجر بنتي الله يعمر هذا بنتك وحويتيها شابك حواية في عائلتهم. وابا ابراهيم راه تمتع بعدا كيتنا حنا. دوك لي الدين عندك عيسى ديال التكفات. زيد قلب عليا المواجع انت مالكم تتفرجوا في الماكله كلوا مازال ما داش النمرود الشمس للمغرب باش ناكلو. واش هادي نكته ولا حامضه؟ على سلامتنا. جرجر معاك شي عريش متينوعوش القصوص مردون كلوا حمد الله على النعمه. اهيتا فين التمر؟ فكرك فو على بشار كيدير واش كون سرق التمر؟ والله ما انا ما جابوش التمر اليوم. ما يمكنش واش كاين شي رمضان بلا تمر؟ انا اللي طلبت من الملائكة ما يبقاوش يجيبوه.
ومالك على حالتك باش نحلو دابا فمنا؟ بغيتي الحلوة اجي تحلي. تدير لي يا سكارة ولدي. وانت مريض وحنا مالنا؟ لا عوبي ولا حرومي ولد القحوب. من قديم الزمان. في الحقيقة انت لوط، انت اللي خاصك تفرش لينا ابو ابراهيم. ما كتسمعوش ليا ومكبرين ليه البعرة من الفوق. البعرة تدل على البعير والاثار يدل على طبون امك. ها العار الى ما سدك القادوس. كيفاش كلف الله هذا الكركاس يبني بيت الله في الارض؟ ماشي هو اللي بنى الهيكل، انا اللي بنيته. تنهدر على الكعبة، ياك بو ابراهيم واسماعيل اللي بنوه. ايه يا ولدي، بنيناها وعليناها الحمد لله. بنيتي البعابة. وقلت ليكم قنبال ولد اللدينة. وشكون بناها؟ كمشات ديال الياجور فين ما مشيتي تلقاه. ابراهيم غيجي من قرطخنا يضرب المرطوب، اش بينو وبين مكة؟ لا مشيت قالك وصلت بنتي هاجر وولدها اسماعيل. فوال، وبنيتي الكعبة. واولد يامنا، واش مازال كتسمع لعمي؟ واش سافر ولا ما سافرش؟ نهار حصلاته مرتو كيزيد السوايع مع الخدامة عربطات عليه، مشى هز الخدامة وولدها ورجعهم للعروبية. والكعبة؟ انت راك جامع قنطار ديال الخرايف واساطير الاولين. انت محمد قام خصك تكون معانا، انا راك من بيمة توزة. سي مدير بحال الحشافة الزب، حيتيها ولا خليتيها بحال بحال حشافة. على حساب هادشي كامل ابراهيم ما كان تيدير والو، شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو يحمق ربنا. والله حمقو عاد هنا هادي كاينة، ولا قلتها لي قبيلو ودار راسو ما تيسمعش. شنو كاين فهمونا؟ شوف ادم، شوف محمد، غتعريوني قدام الناس غنعريكم. اش كاين القواوي؟ شرحوا لينا. انا خويا ما باغي صداع. سيمو هضر الى فراسك شي حاجه. هاودني منك واروح تقود. افضح الزمل بو ابراهيم دير مع الله الخوار. صافي كانت غاديه الامور على احسن ما يرى، ناض واحد الصباح دخلوا الوسواس. ودخلتوا دخلوا الوسواس. انا خليل الرحمن. سكات لامك سكات. نادى سيدي قال لله كيفاش تحيي الموت. قواد هادي ديالي هادي متعوداش ولا غنفتح تسيلتك تنت ابو نملة. صافي انا ساكت كاع. الله ما فهمت تقلوة، كيفاش مازال تتشك فيا؟ ايوا باش جاوبو قال لي ليطمئن قلبي. ابراهيم طلع مزق. اودي على الايمان اود. انا خليل الرحمن. انت الدمالة ديال الله. وشنو دار معاه الله؟ حزق عليه. فين درتو التميرات؟ نريم عم عايشين. حضيو مع ابراهيم الدراري. اش دار عاوتاني؟ مشى توصي الملائكة تاني نقصوا لينا من الماكلة. وعمي الله يعمي البوك العينين، واش بغيتي نوليو بحال سوريا؟ نوليو بحال ايوب؟ هاد القلاوي بلي الله حطوا لينا هنا بحال مسمار شحال. ماشي مشكلة احنا قصارين به. تتستهزئوا بيا؟ الله هو اللي غادي يستهزئ بكم ولكن لا تشعرون. ما تقول غير هو اللي كاتب لك القرآن محمد. ما كملتيش لينا محمد، شنو دار الله مع ابراهيم؟ اوديك عليه بالبيت. اشنو دار معاه؟ قال لي سير جيب فروج وغراب وحمامة والطوس. بيبيا طوس. قلت لك بيبيا. عليها جعدنا واحد النهار تيرغب ويزاوق باغي بيبي. ود الهرام قال لك الله الطوس جبتي بيبيا. منين نجيب له انا الطوس؟ عندي حديقة الحيوان. خلي بابا ابراهيم يكمل. انت سامع ولدي يامنا؟ بلاتي الدراري نتعرى غيصهدنا بالزديح. نتعروا كاملين. قال لي الله تعالى نذبح هاد الفريخات ونفرتتهم
ونحط الفرتوتات مخلطين شوية شوية كل واحد في قنيته. درت داك الشي الحمد لله وسبحان الله ما شاء الله ربي جمعهم كاملين ورجع فيهم الحياة. والعجب لهاد الله اللي داير راسو فيك. يلا كل واحد يدير راسو في الاخر. واولدي يعقوب واش ما بغاتش تهمد ديك الفار؟ واش غيزو خوتو لاحو طب ونمو في البير؟ لا لا بلاتي بالرجولة يوسف تمالك مع خوت حيت خوتو رجال. انا راجل ونص. لا باين انا كنت هو الحبيب ديال بابا. ويلي على بابا جيبوا لي الرضاعة. شنو مالكم حقار دري فاتح قلبو ليكم راه تا هو النبي بحالو بحالكم. الا كانت النبوة في هاد الزملة فناقص. والويطي انت اخر واحد تحلت خبتك على الزوامل. تبت ولا ندير لك سكوندال يبقى في طوندونس رمضان كامل. كمل يا اختي كمل اخويا العزيز كمل. خوتي كانوا غضبانين وفيهم الغبنة. واجي علاش يعقوب كان خاشك في حجره؟ ياك ما تا هو كان كيسرح لك. حشومة وعار وعيب عليك موسى تقول هاد الكلام. هذاك بابا وبابا فيها وفيها تنت تقدر تكون بابا ونقول لك بابا. صافي صافي قلب عليا تفروح نيتا. انا 3600 عام ما شت الفسلوق. داكشي علاش تقلق ولا حوك في البير؟ لا هما تقرصوا من الحلامات. حلامات؟ الحلامة. حلامة؟ الحلمة في النعيسات. زبور مو درتهم سقية بالماني. اشنو شفتي في المنام؟ شفت 11 الكوكب. الكوكب المراكشي يخليك بالخلا ضحكتيني. اكمل اشنو شفتي في الحلم؟ 11 الكوكبة والشميشة والقمر كلهم مياتا ساجدين ليا. شفتي نمي انت تجبد المطايفة ادريس. وكاين غير 8 الكواكب وفيهم الارض. شفتي الارض تهي؟ كاينين 11 انا اللي شفتهم بعينيا. عينك فيها الجلالة سير داويها. واش ما بقى حد يحلم او هاد الحزقة حلمها ياك؟ السلام عليكم ورحمة الله. مليت يوسف. أحوي ما كملتيش لينا شنو دار معك خوتك؟ قال لي يا بابا ما نعاودش ليهم الحلامة. ايوا زمل لي الضمير وعاودتها. تركيز عندك غير في الزابة والطلماحة نورمال تخورها. انفعلوا جاتهم الحساسية مشاو اتفقوا وكتبوا على بابا قالوا ليه نمشي معاهم نتسارى ونديفولا. واش كلكم ذكورة ولا معاكم البنات؟ احنا كلنا رجالات. امك والدة منتخب بالروم بلازمو كانت تتوحم على ميسي. كمل. مشيت تلعب وحسيت بالغدرة. وعلاش ما هربتيش؟ ما نقدرش كنت مازال صغير كروكتكوت. ويقتلوا ربك وهنونا من زميلة ديالك. وكملها صاحبي ديما مخلينا معلقين. يك ما بنت لك فيها القبطان. والله ينعل حسك والله كون كنتي فوقتي لركبتك في الباطل. والنيق كري وما نركبش معك العطاي. يخ على سلعة. وكمل يا يوسف عافاك. جمعتو غير المكابيت هنا. اطرسا زبي بالبلتينة. مات ليكمل. ايوا حاجيتكم ما جيتكم داوني ولحوني في الحفرة. بقيت تما كاين حتى جا واحد الناس هزوني وداوني معاهم. داوك لمصر ياك؟ ايه تما كاين مشيت. دبرتي على كرة كون بقيتي في بلادك كون فين ما تخرج للزنقة يدور بك الجوال تشبع عمول. طلع عليه الجوكير صاحبي شي عطاتو شي صلباتو وتقباتو في يديه ورجيلاتو. وغي قيمتي بغيتي تصاوب وراقك مع الغليظة. شكون هاد الغليظة؟ مرات الوزير جاجة بكامونها. ربي تيعطي الفول غير اللي ما عندو سند. علاش؟ كيفاش علاش؟ انا ما عرفتيش شنو دار مع زوليخة.
شكون هاد زليخة؟ مرات العزيز. شكون عزيز؟ اللي حواك الوزير. مالها؟ طيحتها وعشقاتني. وشنو درتي؟ مالك القلاوي مكلخ مالك؟ وشوف فيه مزيان وفكر، واش هذا تيدير ولا تيدار ليه؟ تيدار ليه؟ نورمال. وكيفاش تطيحها؟ حيت بوغوص ولد الزنا، حبيت ندير معاها الصواب ومبغاتش. اشنو قلتي ليها مسخوط؟ قلت ليها شوف يا حبيبة، الحيسة من عندي والحيسة من عندك. قلت لي يلا. قلت ليها خلاص، لقيت حليو المزيون يجينا على قنتنا، نعيطو لشي عبد حرطاني برعنا. صدمتيها؟ بقات تتبكي وتجمع الناس والجوقة. ايوا سمعنا العزيز، انا جاني الهالة في صدري هربت. ايوا قبطتني من القميجة. ايوا هي هاديك، حصلونا بقينا شد ليا نطلق ليك. ايوا بقات حاقدة عليا تلاحوني في الحباسات. كولا ولدي يوسف الشريحة، راه تجمع الخرزة. عندي ليكم خبيرة مليحة حلمتها. حواك جبريل؟ ومال جبريل ماشي راجل؟ لا راجل، انت اللي فيك الشك. شنو حلمتي؟ حلمت براسي هز حليوة. متأكد هز حليوة ماشي قليوة؟ أحالك تيعجبني الزهو ديالك. راه غادي يلصقك موسى، حضي معاه. هز الحلوة ومن بعد. كنت هز حليوة كبيرة ومعسلة. إيوة درت مورايا مورا ظهري، لقيتكم كاملين الحباب دايرين الصف. علاش دايرين الصف؟ على الحليوة ديالي. غاب لما تبقى تقول حليوة، عرفناها تقبتك المعسلة. ويلي ما تحشموناش، باينة الحشمة على وجه الطراح. المهم ما نطولش عليكم الحباب، بواحد بواحد جيت تقتوها ليا. الحلوة حليوتي. واش هذا باغي يكوس فوق الطبلة نوسعوها ليه ولا كيفاش البلان ديالو؟ مقطوع ولد القحبة. كلاو ليك الحلوة دوك اللي كانوا معاك في البنيقة. كل حاجة بتمانها، ما كاينش الفابور. تدير الموقع يادا اللي فسرتي ليه حلمة تيضرب ليك الترمة. دوك العيالات اللي ضربوا يديهو شنو اللابق ديالهم؟ هذيك غير كذبة، يوسف كان تيدير غير ستريبتيز، مدور على راسه خرقة بحال عيسى، تا هو كان ديما مدور عليه خرقة. ياك ما الخرقة ديالي بوحدها كاع ما دير ليا خلطونا. مع يحيى والدوش وصل لي انا صليك بحال والو تكون دازت لك لاماس. بدل السوجي راه ما نصلحش لك انا، ما عندك فين تشد. اجي عندي انا، عندك فين تشد. وفشكال هاد القصص ديالكم اصاحبي، انا كان عندي داك الشي حامض بحال الله كان هاكي تريني فيا. انت راك ساليتي لونترينمون، شوف ايوب المدود اللي مازال كيدوز الامتحانات. دبي علاش فارول تخلعنا به باش اللي تفافا يدخل فيه الفتاح العزافه. داير بحال خريه جاريه ديال امه. ما تعيبش خلق الله ولد الحرام. كيفاش بلانك انت ايوب؟ من نهار عقلت عليك وانت في المستعجلات. غادي حنحن علينا. واش كلا شي حاجه بعدا ولا والو؟ خويت ليه العصير في التقطيره، تلت ايام وهو يمصمص مازال ما كملوش. واحسن عوان ومسكين شحال صابر. واحسن عواننا حنا اللي فرعنا بالروايح. ويلي ريحتو هادي اللي تتعطات. نورمال. وشنو صحابك؟ صحابني السيمو ما لقاش ثلاثة الحجرات باش يمسح كر باش يمسح. مالك حشمان كملها قولها. لا انا فمي نقي، انا كلمة الله. انت الروح الحلوة الله. ما كتشم والو ابو ابراهيم. انا راه الزغب ديالني في التحرق، نحالي هاد الوباء حاسة الشم، وليت ناكل ما نعرفاش تناكل. شنو داكشي فوجو؟ واش الجربة؟ راح يومي تلقلاوي اش من جربة. جاي ديريكت من القبر الخانز اللي ولده. الخوينز تيتنفس علينا.
خنستونا كتنقص هل حزق الربانية. با ابراهيم تقدر تاكل انت دابا حتى الرملة ياك؟ الرملة ما تتمتعش بالماكلة خليها لينا. وسير تنبض على هدهودي. والله تمل البارح وانا حاضي ايوب. قنيتي عليه؟ والعجب مع هاد الخلق. ماله؟ ما تياكل ما تيشرب، تيدور غير بقرعته. دير ليه الله فيها ماء الحياة. دير ليه دم الحيض. ما عرفتش انا الله ماله ماه. وياه مبهدل القحبة يما. شي حسابات قديمة يمكن. ما حسابات ما والو، انا نعاود لكم شنو طرا. انت اسمك ايوب يا خرا؟ ناري هدر. انت مين انت؟ وانت اللي ناكني؟ مين انت؟ لي ما حد طلب رايك، خليك بحالك. وزمتك. زيدوا اخي ايوب زيدوا. هل تضحكوا فاكرين حالكم شرفاء؟ ولكن انتو كلكم فاسدين. جي القمش ما يحشم ما يرمش. وكنا تنضحكوا معك اخي ايوب ما تقلقش. كل خروس تفمك ليك امك. انا والله ما كتحشموا صح. السين ما دار لكم والو وشبعانين عليه ضحك. وكلتك تكون المحامي تبعي يا منيوك. ومالك كتخلط فينا كاملين، احنا جايين من جهتك. روح خليك من جهة امك الاحبه. شكون شعلك ايوب؟ ياك انت شاد لقنت وساكت. الحكيم ما بيحكي كتير لانه حكيم، مو مثل الشرابيط العشرين درهم يلي بضلوا يحكوا ياكلوا خرع الفاضي. رديتي نقحابه بخرارو. بخرارو الى شف ايوب ينتهر. مليتو حشومة عليكم والله. السيد تيقطع في القلب، لسانه حار ود الحرام، وراه خرات على ربو الدنيا. خليه هو يعاود لينا. ما يبقاش فيك الحال اخويا ايوب، حنا راه عشرانك وحبابك يطرى اللي يطرى. عاد فين يتحمل اكثر. نورمال. ما تكونش بلتي على القرقان ولا خريتي في الجامع. واولد الهريبه وراس المدريه، واش حابلك التاريخ تبدا معاك؟ فين كان شي قران ولا نمي في وقت ايوب؟ وغيت نحاولوا نعاونوه. اما عندك ما تعاونو، السيد ما نعرفش نوبله. ودير شكايه الله. اشتكيت كتير بس كله الفاضي. خاصك تكفر به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ينعنه ويخزيه. اش دار لك الشيطان شارف السوق؟ علاش كتدافع على الشيطان وتتلصقوا فيه كل شيء؟ الله يطبز لها العين والشيطان يودي. مسكين مسكين. واسي دريس واش انت معانا ولا مع غانا؟ مع القابون. رب ساعدني يا رب. كون انت حرتي وهنيتينا. هل معقول جيبوا ليه قنبة؟ لا لا، انت الشيطان، انت شيطان تحكي مثل مردي. شنو قالت لك مراتك؟ عيالاتنا ربو ما ديال الطرش. انا حوا خرجات عليا، وسوسنا الشيطان وكانت تقلي روح كفور وموت لترتاح. وشنو درتي في الدنيا؟ بقيت صابر وشفعني الله ورجعني املاكي من اول وجديد. ما فهمتش وشنو طرى من بعد؟ انا كمان مفهمت شو صاير. وقت اللي مت وفقت من الموت شفت نفسي ابشع من اللي كنت عليه. انا غنوريك علاش. انتو بتاكلوا مرتاحين وانا معاني لحالي هون. ندير لك شي تميرات في السيروم. ليه كم ماكلة فمك خنز من ترمتك. ها
فاك على ليلة كي داست البارح. مالك؟ تقيت كاع داك الشي اللي كليت. عيفني داك القادوس دعيو. سمو عجبك المكانون، رجع عقل سمك. واش ما غتاقي وش الله؟ الله هو اللي فتح طيزي. واش جدري؟ والكونسير؟ راه بغيت البارح نفسر لك علاش وانت ما مسوقش ليا. قول عم بسمع. دابا الناس من غادي يجيو يوم القيامه غيشوفوك غيعرفوا القضيه حامضه. وانا شو دخلني؟ واغي صبر ياك انت نبي نورمالمو خاصك تكون معزز مكرم. مادام الله فراك يعني القضيه حامضه، واخا تطلع شحال ما بغيتي في الايمان غيفرعك غيفرعك الواسع الكبير. كون غير حزقتي وما هضرتيش. مال امك ادريس؟ من تكون جامع شي خريه في دماغك خليها تما بلا ما تبقى تفسر وتنضر وانت حدك طبابن بناتك. فصافي يا زبي هتبقاو تابعيني على بناتي، وانا كنت سكران حتى الحلوى اللي دقدر ما عقلت عليها. ادريس وانت غير تتسب وما قلتي لينا حتى مفيد. بغيتو المفيد غتحلو ودنيكم مزيان. ها ودينا انا حلها. هاد يوسف ديما ملاوط، كل بقى في البير كل كفانا شرو. ايوا هضر. دابا هاد ايوب كان راجل دياني بزايد. انت مين سمح لك تحكي باسمي؟ كاري حنكو. ايوب جمع كرك انت، كتعطينا الهضره بحال تقدر اللي هز معك. خلي ادريس تعرف يختصر. من حسن حظك انك عايد بعيد عني يا عرصه، ولا كنت دحشت هالانبوبه بطيزك. دوز لي التيو. الا دخلوا فيك ايوب غتنود فيك الحريقه في المسار. خلينا نسمعوا تريك القحوم. واش غتعاود ولا نطلونصه؟ خلاص خلاص الحل جيتي تعب علي. تكلم انت ابراهيم، حطلي شوية زبيب بالقطارة. تا انا بغيت زبيبة. ما زال ما ودنش اولدي. غير عطيه فين صايم هو بعده. وانتو من لحسابكم على الله الاغضب. هاد القصة ايوب باش تسمعها كاملة خاص يكون عندك صبر ايوب. ويه قهرتونا. سير على الله ادريس عاود. ايوب كان راجل دياني وبوك وحبه، كان سخي تيصدق وتيعاول المساكين وتيصلي ويصوم ويسبح الله. الله ينعل الطب ونمك. واش حنا في جنازة تتعاود لينا الاعمال الصالحة اللي دار عمي ايبولا؟ وغير صبر انا جايك في الطريق. وسعوا خاطركم. ها هو وسعناه. الله بنت ليه فيه بغي حويه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فرع للملائكة كرهم بالهضرة على أيوب. إيوة إيوة مع الملائكة دمدومات ما قدروش يقولوا ليه راك عيقت يا الزمر. إيوة إيوة واحد فيهم اللي طلع راجل، واحد اللي طلع راجل واحد. ما غتقولوش شكون؟ من نيتك. مالك اللي غايقول شكون غتقول ليه اللي حواد؟ والله ما كنت عارفها. شكون شكون شكون؟ الشيطان. الشيطان؟ اه مالكم معجبين؟ حتى يطالق علينا اش من شيطان. الشيطان جرى عليه الله. واش غتعرف حسن مني؟ مالك انت كنتي معاهم؟ انا عارف مزيان. ادريس راه كيقول الحقيقه، الشيطان راه واخا تقدم معانا وديما خيطي بيطي غادي جاي عند الله. ويلي نورمال هادي ما امر الله قالها لينا. ها هو قالها. ما كانش فراسي ايوب عزيز عند الله حتى لهاد الدرجه. بستاهل واكثر. ادريس فين خليناها؟ مشيت عند الله. مشى الشيطان عند الله وزيرو. واش الله تيتزير؟ تيتزير وتيحزق. ما كتسمعوش كل مغرب. هي هاديك قال ليه الشيطان شوف السي كاع ما تحل لك بسبب ايوب، راه غير العقل اللي دايره خدمتها. اياه
الله الدهشر، الشيطان طلع واعر. زيد باش جاوبه. الله مرضاش، قال ليه لا، العبد ديالي أيوب ما عمرو يسوسني واخا يولي فقير حقير. ايوا الشيطان قال ليه انت خاطرو والكافر بالله، واش كاين شي واحد تيتخاطر مع الله؟ اسكت الحاج عظيمات، ديما التوقيت ديالك في الهضره مريض. الله ما بغاش يبان ضعيف، قال ليه مشات. الشيطان طلع دكي على الله. اتقي الله، اش تقول؟ واسكت الزايمر غنفرشخ ربك. واسكت عمي، قابل السيروم ديال ايوب وهنينا. الشيطان قال لله خليني نهبط لايوب نعري ليه الترمه، ندي ليه الملاكات والبهايم والتجاره ونمرضه. الله اش قال؟ شنو غايقول؟ شوف ايوب وتعرف الجواب. تراهنوا علي يا اولاد الشراميط، بس اخترب الله اللي خلقكم، انا رجل صالح ما بسرع ولا مظلوم. ليش عم تتامروا علي؟ شو انا نكتد اللي خلفتن؟ والله انت رجولة، انتايا الخايب هو اللي مشى تيقمر عليك مع الشيطان. ما قدرتش نتيق هاد القصة، تيقتي الطوفان وقوس قزح وما تيقتيش هادي. هادي لكانت بالصح، راه مون عرج خطير صاحبي. او الله اللي دايرين فيه الثقة تكون فيها التحرميات. واكتار من هاد الشي راه غير تنحشم اما نقول كل شي. نقول وانا صبرت والله شفاني، ليش بعزبني مرة ثانية؟ حيت عاود تخاطر. ليش عاود خوروا الشيطان؟ قال ليه ايوب صبر حيت الدنيا فانية، إلا درت ليه الابتلاء في الاخيرة يكفر. ولحد انت لازم بغني عم بصبر على الخلا 69 مليار عام. شي حاجة ما وقفش على الصح. اما هي دابا الله ياك هو العليم فوالك. ايوا هو عارف واش ايوب غيصبر ولا ما غيصبرش. فوالك ايوا علاش تتكرفس عليه؟ فوالك وبقى تقول لي فوالا، فهمتي شي خريه؟ فوالك الله يخليك بالخلا فوالك. انت سليمان كون ما تزرفتيش في النبوه كون درتي كارير مقاوده مع الشياطين. دكي بسلامتك، تتفلى عليا والله انت معاك بالصح. هاد الله علاش تيعذب في السي ايوب مسكين وهو عارف اش كاين، وعلاش مخاطر مع الشيطان اصلا؟ اخذوا معي قرطوني، صرت مثل فيروس ايدز متحرك اللي بيهرب مني، واللي كسر لي قلبي اكتر انه راح منك وزبي حتى بالشخاخ ما حد لزمني. الحوادوة شحال من عم حويتي اخويا ايوب؟ ما بتذكر. مازال المعلم خدام؟ ناري هتكون عنده في بلاصة الجهاز التناسلي شي دودة ولا شي بعبولة دايز عليها تراكس. الجما سكتو. كي تيحس الله دابا تيشوف خونا تيعاني مسكين وتيبكي تيبكي بالدم. هاكي تيحس. تاد شراكي بكي راه ماشي ديال الضحك. اتكبر وتنسى خي ايوب. عرفتو من البارح وانا تنفكر في خونا ايوب مسكين. اش غنديروا لي؟ لا يعوار ولا يعرج الا البال المسلط. ويلي حشومه زهرو خاري، راه كاين الحكمة تما. واسكت عمي ولا روح تقود. انتو ما تتشوفوا غير ايوب، ما تتشوفوش الصورة الكبيرة. اشنو هاد الصورة؟ الله راه غير شد بيكم ستون، عزيز عليه يفرعكم ويبقى يكركر مع الملائكة. بالعكس دار معنا مزيان، انا اعتقدي من الطوفان. يا ولد الكاريان شكون دار الطوفان باش يعتقك منه؟ الله ايوا سدك التقبة. الله راه تكرفص عليك وخدمك 100 عام في الباطو وخلك ضحكة بين الناس وصيفتك تتميخل على الحيوانات. هادشي كامل كان ممكن يتفاداه، ولكن هو بغى يديرك ضحكة ويضحك عليك.
هضره لوجيك كاينه حتى انا تكرفس عليا. انا غير خليني ساكت حسن. عارفي اللي كاين با ايوب؟ لا اوليداتي، الله هو مول الخير، مغرقنا في النعمه ديالو. انت راه فرعك في عقلك عمي، راهي كتزنزن. الله عزيز عليه يسمع با ابراهيم تيخرمس. وبلاتي انتوما تابعين الهديه بالطبل والغيطه. مالك موسى علاش تخلطونا؟ الله يقدر يكون قوت السوايع معاكم انتوما، وانا دار معايا الرب د الخوار. تا انا برعني وما نعرف اخو تا انا بلي الله الله يعمر هادر. واش نبدا نفضح في الدواسه ولا ما عندك ما تجبد ياك؟ بجوجكم عندكم الحق، ولكن تنميل جهة تدريس. العز اخويا سليمان، هادو راه رباع هاد المداويخ. وبالي يلا عاود لينا قصتك وتشوف واش غايب العيب ولا لا. نهار ولدتني الوالده كان فرعون تيقتل البراج ديال بني اسرائيل. الوالده جاتها تنقريقه من عند الله، دارتني في كوربه ولحتني بالواد. مشيت توصلت للقصر ديال فرعون، شدوني رباوني وكبرت في العز. يا ودي على الغباء يا ود. كيفاش الغباء؟ علاش فرعون كان تيدبح الاطفال؟ حيت كان عارف شي واحد من بني اسرائيل غير فرعون. باش عرفه؟ انا عارف، يكون قالها لي شي سحار ولا شي لعبه. واش انت حمار؟ الحمار هو اللي ولدك القواد. القواد هو لوط، ولكن ما عليناش، غير سمع مزيان. مالك كتجبدني يا زبي؟ خليه يهضر. تا واحد ما تيعلم الغيب، باش غيعرف السحار شنو غيطرى في المستقبل. ها ها، إذن هاد القصة غير كذوب. ما يكونش دارها فرعون سبا؟ الله ينزل عليه الغضب داك فرعون. وعمي واخشيشي تمرفض القومك وبقى ساكت. ما فهمت والو، راه القصة ماشي كذوب، ياك انت موسى فرعتي فرعون في الاخير. اه ايوا، شكون غايقول لي على المستقبل من غير الله؟ يديرها زعما نورمال غاديين وكتخسروا الصورة اللي كانت عندي على الله. ماشي مشكلة، المهم درت لاباس. ودوك اللي تذبحوا وتمارا اللي دازت على باك عمران والوالدة وخوتك؟ عمران؟ شكون هاد عمران؟ الوالد. عمران راه هو بات مريم. مريم هي اختي. اخت هارون. هارون خويا. عيسى ولد اختك. واش طبوا امك تفور الكراس؟ واش بيني وبين عيسى؟ بيناتنا 1500 عام محمد. وتادي حزقه هادي. وما تصحبتيش يا محمد؟ مالك؟ تراني مبلبل من البارح. مالك دابا مريم عيسى هي امك؟ مالك تتزير على امك؟ ملاد هدرتي دايره كيف ما هكا كاينه. اه مريم هي امي، ومن بعد وامك هي خوت موسى. كدرتو ليها؟ ترى عندك روطار في الجمجمه. اختي مريم بوحدها، ام عيسى بوحدها. ولا ياك مريم خوت هارون، وهارون خوك، وباك سميتو عمران. ايوا راه هي. وماشي هي؟ وهي امك. وزبي مالك حمار؟ مالك مريم امت عيسى باها ما سميتوش عمران، وما عندهاش خوها سميتو هارون. راك خلطتي عائلتي مع عائلتهم. تخليك دحيه في الوحي. ولاش ما ورانيش الله الحقيقه؟ ايوا هانتوما رجعتوا لهضرتي. هاد الله راه شيطان، تيدير لكم النشبات ويبقى يضحك. الله خاطي هادشي. انت الشيباني مشروع مالك، مرفوع عليك القلم بروغرامز. ولكن في الاخر رجع بالخير على موسى. لا ورا داك الشي نيت درت الخير والخمير. وغير تيبان لك كان ممكن يعاون الله بني اسرائيل بلا ديك القتيله والدمايات. ماشي مشكل، دوزنا سياحه وضربنا دويره في الصحراء. ضربتي دويره في الصحراء وسير تخرى. انا اللي تنحرق اعصابي في الهضره، اللي بغى يطرا يطرا،
لهنا يعاون شي مريض ما بغى يبره اللي صرا كنتي راجل موسى وليتي مرا وكنتي بكي وليتي بكره. ناري على كلاش دار ليك على ذكر البقره وسمعنا عليك شي قصص في شكال ابا موسى. وي ما فهمتش هذيك البقره. بقره بيضاء كحله صفراء حمراء غوز. واش البقره اللي ديت معايا في الباطو مكلخ ربك؟ واش بقره غادي تعيش 1000 عام؟ البقره معجزه دارها الله باش نحيي واحد خونا. اش دخل البقره في المعجزه؟ حكمه. وسير عمي الله يبليك باللي تبلى به ايوب رجال سعده هنيت يا ربي يلصق فيك شي خشلاع تبات ما تصبح. الله ياخذ فيك الحق ولد الصبيس. ها هو عيسى كان تيحيي الناس غير برضات الوالدين ما تيحتاج لا بقره لا عجل. واش غدير الله بغى بقره ماشي بدا يدي ويجيب فيكم مرمطكم. وسخسخنا في الحقيقه ولكن فاق خونا في الاخر. ايوا كان يفيقوني شان هذاك بتيلا اولدي علم الله ما عارفش النتيجه ديال الابتلاء وتجرب. علاش تدافع على ترمط الله؟ علاش العبيد علاش؟ وصافي راس القيده واش بغيتي تنوض الفتنه؟ عياش ولد القحبانيه. اللهم عياش ولا نطلع القراعي. انا ما بغيتش نكون عياش. انت اولدي ما تنفعش معاك القراعي. بصح موسى قتلتي شي واحد؟ قتلتو وتعاود ترجعني ليام دابا نعاود نقتلو. ومالك على حالتك؟ احتقرني. صافي احتقرك تقتلو. موسى عنده عقدة نقص. عندي طبون اختك. سكت ولا نقول لهم؟ اش غتقول؟ اللي على بالي وبالك. راح تقود غير تترقع. قد اعذر من انظر. واتلك نهدر وانت دير لينا السيسباس. موسى فيه واحد ديفو. ودني منك. وليتي تفيبري دابا. ودادي وك حبس عندك. الديفو ديال موسى سيادنا هو خليونا نقصوا الدراري اش من ديفو ولا زبي. الديفو ديال موسى سيادنا هو واش ود القحبه ما تتعاتقش؟ واش بتي تتحلم بيا؟ وخلينا من القوالب كيفاش حنا نقولوا كاع الاسرار ديالنا وانت تبقى مخبي؟ الصراحه راحه الواحد هو اللي يتقبل الامور بروح رياضيه. حنا بقيتو تمضغوا في حياتنا عريتونا. انا عريتوني وخليتوني بلا سروال. وادويو علينا وجيو علينا ما درتي في هادي ما يصلح با موسى. وفمي عوجه القلاوي واش بقيتو على خاطركم دابا صافي؟ كيفاش عوج؟ عوج بحال في الشلوق يامنا مليب. واش عيب جسدي ولا ركلك شي بغل؟ كنت يحوي شي حماره وقسمت ليه الفك. ما لاحظتوهاش هو بوحدو اللي مخبي فمو. والله الا فكرت فيها وحشمت نسولو. واش غتبقاو مدورين نتا يحزق الله ولا كيفاش؟ غير ضحكتي. تشبالتو كداو اللي تيضربو الشقوفه في السهر. جبتيها لاصقه. كيفاش تيشبه؟ راه كان تيضربهم بالصح. فين الشقوفه اوليداتي؟ انت عمي كاع ما تحتاجهم دماغك مريق الخلوق. بصح هاد القضيه موسى فضحنا هاد الزبل هذا ما فيها والو. وقولها لهم الشقوفه ديال موسى بوحدهم. علاش؟ والسيد تبنقل ولا تيشوف الله في العافيه. ويلي يا موسى هضر معايا من الشجره. اش دا الله للشجره؟ واش شجره شاعله فيها العافيه؟ ما نعرف علاش تسولني انا. دوقنا من ديك الكمايه اللي عندك اخي موسى. بغيتو تقولوا لي دابا انا كنت مدوخ؟ كنت تخيل الله تيدوي معايا من شجره محروقه. نورمال الله الا بغى يهضر معاك يهضر معاك من السماء ولا يصيفط شي ملاك ولا شي لعبه. واخا هو كاع في الحقيقه راه كون فاكه ما محتاجش كاع هادشي. وقيل حتى داك الدوران اللي درتو في الصحراء غير تخيلتيه وصافي. ولا السي 40 عام وحنا غاديين على رجلينا. يا ولد التالفه من القاهره لفلسطين ما كاملاش 6 ايام ديال الطريق. كون مشيتو بالصح 40 عام كون وصلتو لعين حميئه. الله اللي دوخنا نتوما دايرين اللي ديما ان عكسنا.
جمع ولاد اسرائيل دار دار، خرجكم من بلاد فرعون الحقار، قطع بيكم الطريق وسار، ونزل عليكم القص من سمالين ونهار، وتبعتو عجل عندو خوار، ونهار وقفتو على الجهاد بالسيف والنار، قلتو لي سير نتا وربك قاتلو، حنا جالسين هنا ما كاين ما يدار. واو ايه زبور مو تعرف القصة ديالك موسى احسن منك، حيت الدين ديالو كله كوبي كولي. شنيا هاد كولي كولي؟ تيسرق القصاص حيت ما عنده والو. ياكم الله حماض ما بقاش عنده الجديد. كاع ما فكرت في هادي، انت شيطان سليمان. وتراني فنيت حياتي في الخدمه مع الجنون والشياطين. انا والله ما بقيت شاد راس الخيط، دوختوني بالمعقول. ما كاينش راس الخيط اصلا، كلشي مفشكل. ها مسرحيه هادي بحال كاع المسرحيات اللي كتب باش يلعب بحياتكم. دير تاقتك في الله ولدي. لوط شد علينا عمك القلاوي، لو هربو في شي دار العجازة ولا حرقو ولا شوف استير لي. واش صحابك حنا عايشين في يثرب؟ وفهمونا اللي بغى يفهم فهمت الله غيتسطى، حيت هو مسطيط يتسطى، فهمت سطى وغي حاول. دابا الله حفات ليه الشقفة، قال اش ندير ما ندير، غنشد واحد الرباعة ديال البشر يكونوا محبابي. شكون اللي وسع لك الطبول؟ شيطان معاك الركايو. والله بكثرة الضحك حزق. ما تعطيش لايوب البيض تيدير البهد. الحسن حصك بعيد عني يا منياق، والا كنت نكتك بدون بزاء. وكملها صاحبي، تتميكسيت معاك وقطعتنا الحزق. اخ تعرف فوقاش يحزق؟ وقيلة تيحزق ديما منين تنقربوا للخطوط الحمراء. ياك ما كيجربنا غيبقى غير يجرب فينا. انا بعد تقهرت بالتجارب، الله يجرب الشيطان يجرب. الشيطان غير ما فهمتيش شنو؟ والو والو نسى. وكملها العار راك تتلصق، اش دير بالقصه ديالي؟ ما كنحملش نبدا شي سيري وما نكملهاش. فين خليناها بعدا؟ شعب الله المختار. اه رشقات ليه قال لك هادو هما احبابي، دار خطه خروانيه باش يخرجهم من يد فرعون. بدا بداك الشيء ديال موسى راس طارو، كيفاش خشاوه في صندوق، مشى في الواد، كبر عند فرعون، ايوا من بعد الجراد والقمل والدم. بصح طاحوا من السما. تيق اللي بغيتي، المهم موسى جر معاه جوج المليون ديال اليهود وداهم يقطعهم البحر. واو 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 واو، وفين غادي مدرم وابو ادريس؟ مالك؟ ما كاين حتى دليل على هادشي اللي تتقول. موسى قدو قد الكيدار جالس حداك، ماشي دليل هذا؟ واش بقات في جالس حدايا؟ وفين بقات؟ فكرك. براش. وفين الدليل ان اليهود اصلا كانوا في مصر؟ ما تقولش لي هذوك القصص اللي تنعسوا بهم الدراري. واش جوج المليون البشر صاحبي غادي يقطعوا سيناء وما غيخليوش ضره انت على طراس موراهم؟ لا فخار لا منحوتات، والو زيرو نادا. وبلا هادشي علاش الفراعنه ما ارخوش لهاد الهجره نتاع جوج المليون تاع اليهود؟ جوج المليون راه الربع ديال السكان في ديك الوقت. علاش في التاريخ ديالهم ما كاين ولو حرف واحد تيهضر على العواقب الاقتصاديه نتاع هاد الهجره مثلا؟ علاش ما كاين حتى شي اشاره لزياده كبيره لعدد السكان د اسرائيل؟ وجاوب السدرس، يلا شتك غير حال فمك بحال الكلب. ما صحبنيش سليمان، وصلتي لهاد الدرجه ديال الذكاء، كنت تديكم على قد عقلكم. شكون انت بالسلامة؟ راه بحالك بحالنا. واش هذا كيعني القصة ديال موسى مدرحة؟ نورمال. اولا نورمال، انا معمر بها القرقان. راك ماشي غير معمر بها، دور دور وتعاودها، فرعتي للناس كر مؤخراته. قوادي هادي. ومنين جات القصة؟ لا تسألوا عن أشياء انتو بدالكم تسوقكم. يعني ما كاين لا عجل مذهب لا سامري لا شقان البحر
وشوف ديك الزروطة اللي هز كرمتو ما يشقهاش بها. يشقها والله تا يشقها. وداك الشي ديال الصحارة فرعون والتعابين؟ تعابين. واليد البيضاء؟ عنده يد بيضاء حيت الجلد ديالها مريض ماشي فيها السحور. طلعتي لا علاقة أموسى وصيدتينا معاك. قال لك الله قطع جبل وهزو فوق ريوس اليهود. واش كاين شي الله تيكتب في الحجر غيدير بحال هاد المعجزات؟ أعوذ بالله، شفنا المعجزات بعينينا. موسى اهدر دافع على راسك. ها المحامي ديالو هدر. وهز ملع وتالي. مالك؟ دبانة طاحت ليا في الزلافة. ياك قلتي خاصك تغمسها حيت جناح فيه الدواء وجناح فيه الحو. مع هاد السكوندال ديال موسى ولاو عندي تناوي في الراس. واغمسها وهنينا. لا 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 حبس 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 بلاتي. شنو؟ قالت لك الله يرحم بها الوالدين خليها تطير في حالها، غير زلقات وطاحت في زلافتك ما دارتهاش بالعاني. والمرض اللي لاحت ليا؟ قالت لك الله خرجت ترزق ما زارت التخرية. أفرفرتيني البارحة سليمان، ما خليتينيش الناس. مالك؟ الليل كامل وانت كدوي مع راسك، واش ضربك حمار الليل؟ هاي كنت ندردش مع دبانة السيمو. مالك قنبال؟ والله تا بصح. والله تمزنزن هاد الله، أنا اللي عطيك هاد القدرة تهضر مع الحيوانات والحشرات. انت أولدي سليمان ما تديرهاش مني قلة صواب، ولكن تجيني غريب وعجيب أولد القمة. علاش العيبة عم إبراهيم علاش؟ هانت مع الجوز، هانت مع النملة، هانت مع الجنون، مالنا ما نخافوش. شي عطاتو شي زواتو وشي حواتو. انت يا سليمان واحد ود لقحبة مقطر. اش درت ليك انت عاوتاني؟ كتعرف غير الكريتيك في القصص ديالنا، وانت القصص ديالك عامرة خريف. بحال اش هاد الخريف؟ تتقابح مازال حتى انت معاه تتخرب الضحك على نوح جامع الحيوانات وانت كتهضر معاهم. كي درتي ليها؟ ايوا كلاو المعجزات ديالو. ما تكونش سلوقي يا سليمان. جربني. كيفاش غنعرفوك تتقول الحقيقة؟ وياه شوف هاد ولد داود شلا ما يعاود تيسحب ليه جرد عصبعنا. بصح سمعتي النملة من كيلومتر كتهضر؟ اه سمعتها. على هاد الحساب ودنك راه نايضة فيهم واقيلا الحرب العالمية، راسك غيتفرقع بالأصوات. وكي دار فلتر الهضرة؟ تتكذب علينا أولدي. أنا غير تنمثل. والرب دلكالاخ وتا تنبغي نبقى ساكت وتتجبدوني. مالك تتغوت؟ مالكم حاضيين طراب كرو العفاريت وبجعران؟ وشنو غنحضيو؟ ترمتك. سليمان بقلوة كان تيحوي مية وحدة في الليلة. أوه مية؟ آه تيدير عليهم طواف. يا ولاد ما قل ودل في التقحبين والتلعبين، شدين فيا أنا على ود تسعود وجاي باغي بتعادل. وانت بعدا تسعود ماشي أنا اللي راجقو في ضلعة. حتى أنا كنت على باب الله قاضي غاب بشارفة. تا أنا ما عندي زهر. انت تتلوح النعمان النقش. حنا كاملين تصيدنا في الحاري. واش تتحشيو لي الهضرة ولا؟ ما كاينش اللي كلا الدق قدي أنا. واسكت لموك سكت، انت قضيتي الغارات قبل ما تمسخ، عندك شوية ديال الخيال العلمي في راسك. انا من الطهارة للصليب. وكيفاش قوى البكاء سليمان؟ كنتي كتجاهد قبون ولا كيفاش؟ الله عطاني بزاف ديال العيالات باش نولد بزاف ونكتر سواد الأمة. بوحدك اللي عندك زب ولا كيفاش؟ رجال الاخرين ما يتمتعوش. شحال كانوا عندك العفريت؟ 700 نري. اللهم بارك. زيد زيد اش من 700؟ تكذب عاوتاني. كانت عنده قشلة ديال العبدات وكان تيزيد السوايع مع الجنيات وهكاك وبقات عينو زايغة بنت ليه في ملكة سبأ. فين سايرة ولدي بهاد الحالة؟
تتبان صغير بحال القميشة ديالهم، اش ساتر بين رجليك؟ ود القحبات لقاه طالق شي تعبان تيسرح تحت الطبلة. لا لا، شفتو البارح كيدوش، عندو غابة بوشة. راه ما بقاتش في الطول، بقات شنو تدير بيه؟ شفتو؟ ما بقاتش تكون إله، ها هو إله وتيحزق علينا. خويا سليمان، سؤالو وجاوبني برجولة. وخلينا ناكلو صاحبي. بغيت غير نعرف واش تقدر تهدر مع الدودة اللي في درمت يوسف. واش بعاد ديال الضحك البارح؟ تسليمان راه مساد طيوسيط ليه الريح في الراس. انا اللي سالات معايا هو فاش بغى يهضر مع البق اللي معشش في ترمتك. ما شفتيش القميله اللي سرحه عندك في شهر العان؟ تهضر اخاي سليمان مع الحشرات الصغيره اللي ما تتبانش. كيفاش ما تتبانش؟ كلشي تيبان. حقا نسيت، انتوما كلكم خلقيتو قبل من الميكروسكوب. شنو كدب زادريس؟ عاود لينا على بلقيس، شكون حواشكون؟ بلقيس راها مراه الحمار، دوختيها بالعفريت وغفل عنك طارت. واش مازال متيقينو؟ نورمال. احترم كرك ولا ندير لك ارتجاج في المخ، ما تعاوداش. نورمال نورمال نورمال. زملتو من فمك لباب السما. علاش الله غيخلي داود قلواني ما عندو والو وغيعطي لولدو الالعاب السحريه؟ حكمه. وفكروا فيها مزيان، الكائنات الحيه تفهم هضرتها، واخا كاين فهاد الشي مشاكل تقنيه، الريح خدامه معاه الجنون او الله ما عندوش هاد الامتيازات. اللهم كثر حسادنا واعترف ولا نفحمك. وخلينا ناشطين، وانت ديما تتبغي تخرا في الحفله وراك عيقتي. عاود لينا دابا غير على الهدهد. تتخليو المعقول وشادين في قليلة وديمة. الهدهد الله يعمرها دار، هو اللي جاب لي خبار التيتيز. شفتي دابا كنت عزبني. عاود لينا على التوت. آدم اللي كلا التوت. تنهدر على القرطاسة. والله إلا بنت الناس كنت غنجوج بيها وما كتبش. علاش؟ ما بغاتش تسنى عامين حتى توصل نوبتها في المعاشرة. كنتي تدير بحالي، كركبت سودة وزدت العويشة. والكامبو السيد مدور عليه ألف ساطة وكتقارن راسك به، جامع عليك كمش هاد الكسايد. ولكن الجنون اللي خدامين معاك كي كنتي كتشوفهم؟ تنشوفهم. وعلاش حنا ما كنشوفهمش؟ اهدر على راسك اخويا، انا واحد النار كنت نصلي جا عندي واحد العفريت بغى يقطع لي السالة، بدي برزت لي في كريس نقت على دين مو، بغيت نربطو مع المدرية ديال الجامع نفرج فيه الغادي والبادي. وعلاش ما ربطتيه؟ تفكرت خويا سليمان حيت عندو الحقوق الحصرية ديال بين سبور ديال الجنون، وانا نطلقو. كون غير ربطتي السلوكية اللي طالق علينا في بلاصتو كون رحنا هاني. ولا انت بصح؟ وي فراسك راها بصح. انا راه باقا مبلبلاني القضيه ديال الدوز على 100 في ليله واحده. عادياتي، انا راه كانت عندي القوه ديال 40 عود. وقهرتي ربنا بالمقارنات الخاويه، باش تدوز على 100 في ليله خاصك مفاعل نووي في بلاصه البيضات. كنت غير تنقب. عندك معمل ديال المانيه ديال الكلب. علاش من البارح وانتم تدخلوا لي في الحياه الشخصيه ديالي ونكون تنحوي الطبيبي؟ انتم مالكم؟ والفز تيقفز، هذا تا الحيوانات خسرهم. نورمال، راه تيتفاهم معاهم، تيقول لبيبية حبيبة دوري، وهي تتقول ليه غير بشوية. حبيبي. توقيت خرواني ديال هاد الحزقة، تحلت الهدر. عندك سليمان تكون تهضر مع الماكلة. وراه قال لك كيهضر مع النباتات. ويلي. والله هاد ايوب راه قريب للحيوان من بنادم. ترجم لينا با سليمان شنو بغى يقول. قال لك الله ينعل الطب ونضمك. توحشت الوالد مسكين. انت بعدا راه باك مؤمن وغيكون معك في الجنه الحمد لله. اول مره تتهضر مزيانه عمو،
كيفاش غنتمتعوا بالجنه ووالدينا وحبابنا تيتحرقوا في جهنم؟ انا والديا مشاو بطاطا مساك. وفين اللوجيك الخوت؟ انا ما عندي والد، تهنيت. انت راك غير مكور مخور. علاش؟ الولاده ديالك هادي اخويا عيسى هي باش غلبتيني، نستعرف بيك. صرحوا لينا، حنا الانبياء القدام وصلنا عطشاش. انا تولدت من عند الله بلا سكس بلا مالي. زبي الله؟ لا بلا قاضيب. وكي درتي ليها؟ انا كلمه الله، واخا ما عنديش با عندي الوالده. الا مات البوت توسد الركبه، الا ماتت الام توسد العتبه. كتهضر بالهيروغليفيه، وكيفاش درتي لهاد الولاده العجيبه؟ وراه جبريل اللي نفخها. لواه نفخها اسرافيل. انت راك شاد لانطير عوجه محمد. شكون اللي نفخ دابا؟ الروح القدس. فوالا الروح القدس. انت غير بقى ساكت حسن، خليني نفهم الناس. واش ما تتمركش؟ شنو الاشاعات اللي جامع عاوتاني؟ انا تنتيق في دريس، فضح ربو عشيي. واش الله مسالي يبقى ينفخ في الفرارج وزير معانا؟ وفين با؟ سول امك. امي جا عندها جبريل. فوالا هاللي قلنا. وقلت لك انت سكت، راه عندك خالوطة جالوطة في داك الراس اللي ما عنده هم تولدوا له حمارته. سير على بركة الله. جبريل جاب الشر الوالدة، من بعد هبط الروح القدس وعمر ليها الكريشة وحملات وخرجت أنا. هادشي في شكال أخي عيسى، نكذب عليك؟ في شكال وسكتي. هاد القضية يا خويا فيها إنا وهذا فات سليمان ليه. سمعوا القصة الحقيقية، اللي جا عند مريم كلا ليها الكرواسة ماشي جبريل، واحد الجندي روماني طويل. البنت حملات، خافت لي يرجموها، قلت ليهم الله حملني. هاد الله حملني راه كيف لا يعقل. هادي جبتيها غير من راسك. انا كنت ندير المعجزات اللي ما كاينش ولد المراه اللي يديرو. كنتي تتصوب الفراخ من الرمله؟ الرمله؟ لا قوادي سيمو، راك غادي وكطيح من عينينا، من الاحسن تبقى ساكت باش بلا ما نعرفوا دوك الاخطاء اللي جامع. ما قلتي عيب اخويا، ها فمي الا عاودت كلتي حاجه نيكوني. هادوك ما معجزات ما حتى حاجه. شفيت الناس عمرك رجعتي شي رجل مقطوعه؟ لا سالينا. وبلاتي والناس اللي برات؟ هذاك سميتو بلاسيبو، الى المريض تيق انه غيبره تيبره. لا لا ما متفقش. مالكم مصدعين راسكم؟ الا كانت المعجزات نتاع خونا عيسى حقيقيه يبين لينا. ها حبيبنا ايوب مضروب بالكيماوي، دير ليه السورتي مولانا تربح موس ولا مكانه وش فيه. خاصني نتكونسونطرا. انت مالك بوده، داويه واعطينا الدليل. واخا واخا. شوف فيا ايوب. شايفك. شوف فيا ونشوف فيك تازي اللهوت. دير النيه وثق بيا. ها انتم شهدوا، ها هو بدا يدرب لي. خليني ندير خدمتي. خليوه. باسم الوالد والوالده والروح القدس العتيده، بالرقمة تقشع ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، واللي ما يآمن بيا وبالصليب شماتة. هاد الحزقة هي أحسن تعليق. ما شفتني يا ولد مريم. علاش كتقول لي ولد مريم؟ علاش ما قلتيش ليه ولد القحبة؟ بحال بحال. مالك كاعي يا عيسى؟ بقى خاطري دارني. دارو الخاطر. ما تقلقش ولد الزنا، كلنا ولاد الزنا، سول آدم يعود لك. لا تزير وزيرة وزراء أخرى. على هاد الحساب ما بلان ما والو. علاش مالك؟ كنت يصحابني أنا غنخلص الناس من خطيئة آدم. آدم كلا التوت وحنا مالنا؟ اللي عطاز كل لا يفكو، اللي دار راسو في النخالة ينقبو الدجاج. ما فهمتوش المسيح مسكين. وليت مسكين دابا، هاد البارح كنتي مجفف بيا الأرض. إيوا مدح صاحبك مع الناس ولومو الراس في الراس. الراس؟ أنا صدمتوني سراهات، بالخصوص نتا عيسى، الإنجيل فيه بزاف تزعت على هاد الحساب. أش من إنجيل؟
اللي نزل عليك الله تعالى. ما نزل عليا والو. ومن جيلي يا محمد جكتها كتسركل في الحلاقي وكتجمع في الهضره. الخطأ ماشي ديال محمد، راه الراس الكبيرة اللي مرونه خلى 600 عام مر عيسى هاد جبهة الصحراوي هذا لا علاق. خاصنا نلقاو بات عيسى، أحشومة ما يلقاش با لا دنيا لا آخرة. يمشي يدير شكاية عند جبريل. انت راك قوالبي مع كرك. أنا؟ نتايا. علاش؟ راه وصلتني التنقنيقة ديال مريم الوالدة. وهضرنا ديجا على الروماني اللي خرطا ولا المجدالية. شكون هادي؟ كانت تابعاه مع دوك هداوة وكانت تدير معاه الصواب. اكتب داكشي. طلعتي بخبيزتك ها؟ وراه كاين كثار، غير ما عزيزش عليا نفضح بنادم. واه قول خلينا نشدو فيه شوية. قول قول. وكان مدور به 12 راجل صاحبي، الحر بالغمزة والعبد بالدبزة. ما فهمتش. حتى أنا ما فهمتش. وفايت 30 عام ما مجوش وتيتعرى قدامه. ما تعريتش؟ علاش تتكذب؟ نسيتي نهار غسلتي ليهم رجليهم ومسحتي ليهم بالفوطه اللي كنتي مدور عليك. كنت لابس جوج فوطات. جوج فوطات؟ دخل الحمام خلطونا خان السوا. لا السوا كانت ديما نقيه، يغسلها ليه يحيى. داك يحيى المعمدان. فكرتيني في حبيبي يحيى. ترى كنت شابك ابن عمي انا. الشيطان الشيطان ويحشم من ديك الفعايس. فراسكم واحد البلان، انا راه ما عارف تقلوا على هاد الجوج. يلا كندير الميزاجور معاكم. حتى انا غاسم. دير لنا شي ملخصه عيسى نجيبو بين المغرب. واخ اسمع غتكذب غنفرشك. مالك لاصق فيا بحال دبانة الحمار. كاين فرق بين كذبه وكذبه. انت داكشي ديالك راه ماشي سلوكيه، راه دوبرمان. لا صافي والله تنقول الحقيقه كامله. راه برا واجدين. سير على الله. سير بطل. انا محالش كاع واش كنت كاين. شنوش اش كتقول؟ والله ما عارف راسي شكون انا. دخلت في الدور مزيان، قال لي يلا جلس هنا انت عيسى، وجلست. اسمع زبي، هضر مقاد ولا قود؟ قلتي الناس غتعاود قصة عيسى قصتك عاودة. واخا واخا باسم الوالد والوالدة. وترمت المجدالية اللذيدة. خليه يحكي عقلي الترابي. باسم الوالد. بحزقة الوالد وحزقة الوالدة. ما تضربش ماشي تكفيتها خفيفة خي عيسى. زير القلاوي عندو دوك التقيبات ديال المتعة. عندو تقيبات الزين في يديه. كلامك عامض يا محمد. هدرتي أيوب بالحموضية ديالك. حموضية جزء من سميتو مو حامض. تمشي تقود لا والله تحرم عليكم بالله الرحمن الرحيم. مالك؟ كانت تديوها فيا. ومالك أودي؟ بغيت نسمع القصة ديال عيسى. عاود لي عيسى قبل ما يغضب علينا هنايا. وما تقاطعونيش وادخل ديريكت في القصة بلا والد بلا نمي. سير على الله اختصر. تولدت بمعجزة. اش قلنا؟ وما نعرف، المهم تولدت لقيت غير الوالدة وعمو يوسف. شكون هاد يوسف؟ اللي محنها ليك. يوسف ما عمرك سمعتي به؟ واش يوسف ديالنا؟ بغيت غير نعرف شكون قراك التاريخ. ويوسف اللي كان خطيب مريم مخطوبة ونفخوها. سكت ابو الباعر الله يعطي ربك الجل. اكمل كمل يا عيسى. رباوني وتهلاو فيا. ما درتيش من بنتي تربية؟ لا سافي هدي الاخر. الى عاود تهدر تغتصبوني. كبرت بحالي بحال الناس، تنتعلم التوراة وتنمشي للهيكل. شتي داك الهيكل اللي قريتي فيه؟ انا اللي بنيته. وبزعطة راه ريبوه الرومان وجات العصابة السيمو بنات فوق جامع. اوه ماشي سوقنا صاحبي. كمل كمل القصة. ما كانش عندي مع الماط، ولكن داكشي ديال الدين 7-0 ما كانش اللي تيضيم معايا. يا هديك قلت ندير الدين كارير. ساعة لقيت القضية خدامة غير بالمحسوبية وباك صاحبي. عرفتها ما طالعاش ما طالعاش
تبعت الحياة ديال العدل والإحس ديال دوك اللي تيبشروا بنهاية العالم. يحيى ولد خالتي كان تهو تيمشي معاهم، وهو عاوني مسكين ودخلني تما. عيسى شنو هضر على شنو درتي ليها نكار الخير؟ وهو راسو قاصح فهمنا. دابا انا من شفت مستقبلي ضاع مشيت مع يحيى ورباعتو تندوشو للناس في الواد وتنداويهم. عشابه تنصبوا على بنادم ما بززنا على حتى واحد يجي عندنا. ايوا كنت انا تنمشي للمدينه تنجمع الناس وتنجيبهم للواد. واحد النهار قلت لولد خالتي راه خاص نخرجوا من الجهات الاصغر للجهات الاكبر. بني قريضه سكت الجنس، يعني ما نبقاوش في الخلا والقيفار بحال الا هاربين من الحبس، نمشيو ندخلوا مع الناس ونجروهم للدعوه ديالنا. ايوا ما بغاش، بقى تابع ليا القزاز بالمتعمدات والمتعمدين، عايش بحال فكرو الماء. يحيى خاطيه داكشي ديال العنف، يحيى حنين وانيق، وراه جدوه قرقبوا عليه وفناوه. انت طفرتيه؟ ما تفكرنيش بالصليب صاحبي. كل مرة جلس علينا الصليب الصليب، ياك ما سلب وما قتل وشبه. شنو هادشي اللي وصلنا يا خوي؟ ايوا القحبة من النهار بدا رمضان وانت طالق علينا الفيك نيوز. الا ما تصلبتش شكون اللي تقبل لي يدي؟ واحد لزيرو. شكون هاد شبيها؟ جوج لزيرو. سال الماتش جوج لزيرو الليل كامل وانا نحلم بالتقابي. هاد التقبة موجودة غي امر تقابي ديال عيسى. وانت قلت غنفهم القصة، انت قلت غنفهم القصة وروبلتيني عاوتاني يا محمد. كمل لنا الاستوارة با عيسى. ياك انت عارفة عارفة، ولكن بغيت نخرع على السيمو الضحك. الله ينعل الجزلة خلي ولدك. عيسى كمل عافاك. بلا ما نوصيك راك عارف. وصافي شحال فيك، فين خليناها؟ تفارقتي مع يحيى ودرتي جروب جديدة. فوالا ايوا مشيت جمعت الخوت والقضية زهات ودرت غزاوة، ولا تابعني الكبير والصغير والقريب والبعيد. ايوا كان كل شيء مزيان حتى لواحد النهار سخن عليا الراس مشيت قربلتها في اورشليم في القدس. شنو درتي يا نصخو؟ كان عيد الفصح عاشورة. واش هذاك وجهك ولا كفاك؟ والعيد ديالنا هذا نهار خرجنا من مصر. يقلنا ما كنتوش في مصر. امريد هذا معاك الرب. وكملها عيسى. قلت للدراري خاصنا نستغلوا الفرصة غيكونوا الحجاج بزاف في الهيكل. درنا عشيوة متخمة ومشينا على بونبر. دخلنا للهيكل وفرشخنا الطوابل ديال الصراف. قضيتيها زعما الهيكل اللي بنيت راه قدو قد السخط. والمهم جاو شي مرود بغاو يشدونا وحنا نعلقوا لهم، بقينا مخبيين تبيع بينا يهود العياش. ود الحرام شفتك كسيريت ياسي. والله حتى هادشي كامل حقيقه. شنو دار يهود؟ بيع بينا، قال لهم فين كنا مخبيين. دابا باغي تقنعنا ان المخزن ما قدرش يعرف بلاصتك واحتاج يهود؟ اه شوف كاين جوج احتمالات، يا اما انت حمار يا اما حمار انت. فضح لي يا بنادم ابو ادريس. ياك انت كنتي ديما تابعينك الناس بحال الشفار راه والغوت موراه. اه ايوا يصيفطوا اصغر بوليسي تبعك تتنصبوا قياطنكم ويمشي يدي الخبار. لكن لا ام لا والو، راه باينه اللعمة. وماشي مهم هادشي، واشنو داروا ليك ملي قرقبوا عليك؟ وبقاو تيجرجروني من كوميساريه لكوميساريه، تحكموا عليا بالاعدام. ودوك صحابك الحواويين فين مشاو؟ هما الحواريين ولكن راه حواو هنيت كلهم علقوا خلاوني. ما عقلوش عليك كاع. نهار تعلقت هاد بداو تيبانوا، قلت لهم سيروا دوشوا للناس باسم الاب والابن والروح القدس. عرفتوا العشرين انا راه غنحماك. اش دخل القدوس في ثالث وثلاثة؟ راه كان ديما تما، كيفاش دخلناه؟ ومريم؟ قلت لك ولدي يامنا بعد من صاحبة وولدة، راكي تتشوه في راسك.
ما تقولش ليا عاوتاني ديك العشيوه اللي كليتو ما نزلاتش من السما. العشاء الاخير هذاك ما سما ما والو، غا الدراري تفاردو جابو سريديلات والخبز وبصيله ودرنا الشوايه. عرفتي سيمو، نقول لك واحد القضيه، انت طبور مكمل تسهل تكون معانا ومكملها ومجملها جالس حدايا. علاش الزامل؟ علاش انت من بين التقلوه؟ واعر على مكان. لا راك واعر، واعر عايش بالفراكس ديالنا. اسمح لينا محمد، راه والله ما محامين عليك ولا شي حاجه، انا براسي ما عرفتك نبيت عمل هنا لهنا. انا ما زال كاع ما عرفتك ياك با ابراهيم ياك. حنا ماشي نكراد الخير، ها هو ايوب داير بحال خرزه الفيل ومكبرين بيه. وانتم ريحوا مدورين عليا الصمت. عادي تخيل لك عزيزي، وانا الله اللي حطني هنا. ها هو تفكرك بحزقه. رمضان مجبد هذا العام، يومين ثلاث ايام ونعيدو. خاصنا حوايج العيد. اي والله يحرق لبوكم الجدر. مالك ابو راس؟ غير البارح بغيتو تحيدوني من الحاله المدنيه، ودابا متبعين السنه ديالي. غير تنضحكو معاك، تقلقتي ولا؟ نورمال. ما تقولش نورمال، ما تنضحكش انا. كل شيء عاود القصة ديالو إلا أنت محمد، واش غيعاود السعودي اللي ولده؟ أعطيه فرصة، رانيت ما كاين ميد. راه مراوغ من درجة بودربالة. غيقول لينا السيكاتريس اللي عنده في صدرو حقا والواد جا جبريل غسل ليه قلبو بجافيل فاش كان صغير. وبقاو تضحكوا، كاين بزاف ديال المعجزات عندي. مين طلبوا لك قريش معجزة؟ علاش ما عطيتيهاش ليهم؟ القمر تشق. اترمتك اللي تشقات. هاد القمر خدام غير في مكة، علاش ما شافوش الناس في العالم؟ وطلقوا من خونا وحبيبنا ولد يامنا، هتبقاو كل مرة تنقزوا. ما شتيش هو فاش كنا احنا كنعاودو شحال كناشط؟ خليه يودي دابا. غير داير فيها ظريف مين حصل بيناتنا. فراسك اش قال للناس؟ اشنو قال؟ قال لهم انا هو الراس الكبير ديال الانبياء، قال لهم غنشفع عليكم يوم القيامه، وهو اول واحد غيدخل الجنه وزيد وزيد. اش هادشي يا محمد؟ نتوما راه ما تعرفوا الكانيبال اللي كتعيش معاه. باش تعيش مع دوك الحناش خاصك تكون كوبرا. ها هو بدا يقر. قول الحقيقه اولدي باش يرتاح لك الضمير وتمشي عند الله بقلب سليم. انا كنت يتيم ودوزت القواد، طحت على واحد الغليظه صوبت لي الوراق وتهلت فيه. خديجه فوال دوزت معاه وقيت، كنت مقطوع في الاول، من ربيت الريش طلعت لي في كري، بغيت نكركبها ولا نقتلها نتهنى منها. عوض القحبه منذ الطفوله. يلا تندير الخطه، بان بلان جديد مع عمي وريق. شكون هذا؟ هذا من تدريف، كنبغيش نماركي عليك. شكون؟ مازال عايش انت؟ وريقه ولد نوفل هو ولد عم خديجه. اشنو هاد البلان؟ وريقه كان شديد في الديانات القديمه، كنت مريح معاه واحد النار وخويت عليه مهز في قلبي، قال لي يا ولدي انت مشروع نبي. انا كاع ما كنت عارف هاد الحرفه. حرفه؟ قلت لك انا جياره ولد الكلب. وغي طريقة في الهدرة مليت زيد ياديك، قال لي سير تعتكف في غار حيرة وغيفتح عليك الله. داكشي اللي درت. واش دخل الحفاري في الموضوع؟ غادي تتلاقى مع الله ولا مع الجنون؟ وبلاتي تعرفتي بعدا على صيفطك وريقة باش ينزل عليا الوهل. نزل عليك الضبابة. وريقة من عرفك باغي الخدمة في خديجة بغى يصدرك. كون ما حماقيتيش ديك الليله المعلومه وهبطتي تتغوت زملوني. كون ما هبطتيش ديك الليله كان مصيفط لك هو جوج ديال القطاطعيه كانوا غيردوك سوسيط. ويلي وحق الرب الجليل. امن بالله واش بصح حماقيتي بديك الحفره؟ نورمال. ولا جا عندي جبريل. علاش تطيح عليا البطل؟ طولتي في الغاره محمد، وليتي تتهلوس وركب فيك الصراع. ولسه عندي وريقه قال لي انت نبي
وخديجة شافت الملك من كنت فوق في خادة. وشنو بغيتيهم يديروا؟ بانت ليهم فيك الضربة مربوحة مربوحة. مفهمتش. ركز، وريقة وخديجة بغاو يفطروا بيك قبل ما تغدى بيهم، مشاو معاك في الستون ديال النبوة، ما صدقاتش ليك الدعوة وقتلوك الكفار. مزيانة، صدقات الدعوة غيستافدوا معاك وغيتحكموا فيك من الفوق. ولاد القهاب، وعلاش الله ما علمنيش؟ العالم الربانية. هذاك محمد، واش انت نبي ولا غي داخل بيناتنا بحال الشيطان؟ والله تنبي، سول عيسى هو اللي بشر بيه. وسير تنبك اش من بشرت بيك. ومبشرا برسول يأتي من بعد سميته أحمد. سميتك أحمد؟ بحال أحمد بحال محمد. فين قلتها هادي؟ في الإنجيل. قلت لك أنا ما عندي كتاب، واش ما تتسمعش؟ هاد ولد الزنا ما تخشاش معانا. وحق الرب العلي العظيم تنبي. وغير صدقات ليك تحتي في زمان الجهل والأمية. اش لاهبي، كل ما المافيا اللي صوب كل ما تبعو حتى واحد. وتبعوني 100,000 والسرف. شحال ريحتي في مكة وانت تدير الدعوة؟ 13. شحال تبعك من واحد في مكة؟ 69. ضرب لينا الحسبة اخي سليمان. 5 في العام. واش ما عندكش علاش تحشم؟ كنتي عالي زاوة وبقيتي عالي زاوة، وغتبقى فقير حقير الى ما لا نهاية. وانا رانبي والله تنبي انا بالله، والله تنبي انا مليتو احقرتوني انا، والله تنبي بالله. مالك كتهرنن بحال ايو؟ انا جهدت في سبيل الله وعليت الراية ديال الله اكبر في العالم كامل. هبط تفرج دابا شوف ديك الراية شنو السمعة ديالها. واخا الصلاة عيما يبغيو يديروا تجديد الدين، انت والفعايل ديالك واقف ليهم في الحلق. تمالي اش درت؟ ومن عويشة وجبت من عويشة طايح على بنت سنين وانت شارف هرف. اديتي لبنتها وراء الحتروف. وديك المصايب اللي درتي في اليهود اش درتي دين امك؟ اش درتي؟ ما بغوش يامنوا بي. واشنو درتي؟ الديار ديال الله هو اللي حكم عليهم. ما تخافش موسى، حتى هما ما زقلوش، ما مشاو تهراوه بالسم. ونسينا اكبر قواده دار هاد الكدار. شنو داك الحمار اللي تيطير؟ البراق. ايه كي درتي ليها السي محمد رؤية؟ هاديك حلمه ولا كسيده؟ كليتي شي طوبه هاديك الليله ولا كترتي من بول البعير ولا شنو؟ انا جاني داكشي بالصح. شوف مولاي الشريف، ما كاين لا براق لا سيدي زبي، انت كانوا تيوصلوك الخرايف ديال النصارى واليهود والمجوس، وكنتي تتحسد دوك اللي مشاو للسما. بقى داكشي تيخمر لك في القلقوله حتى خرجت ديك الحلمه العجيبه. على ذكر السما، انت ادريس من هادوك اللي طاروا؟ اه انت ادريس من النهار حطينا مصاصنا هنا وانت لعب علينا العشره وتتخنس في الدواسه عباد الله. جبد جبد الخيخ ديالك ردوا لك السر. جباد اخاي جبد جباد جباد. انا ما غتصوروا مني والو. كيفاش كنت غادي تنتسركل ما بيا ما عليا، لقيت راسي مخطوف جيت عند الله. فشكال هادشي على انا غير جيت وعرفت الحكايات كاملين. راني قديم، دوزت في الاخر اكثر ما دوزتو نتوما كاملين في الدنيا. ايوا هضر لينا على هاد الاخر نعرفو شنو فيها. نخاف عليكم، راه من نهار بدا رمضان وانا تنهضر ونقيس باش ما نصدمكمش. وكلنا مصدومين، ما عندك ما تصدم. انا علمتكم باش ما تقولوش ليا ما علمتيناش. وطحان ذنوبكم على رقبتكم. قهرتينا القلاوي. اوكي الدراري الله. حس بالصهد وي حزق والله يخرك. كمل لينا. انتو ما تخشيو في وجوهكم وانا ندير لكم المنوعات، روحوا تقودوا. تقابتي الورقة يا ادريس؟ اودي اللي تقبكم راه هو اللي تتكوزوا ليه. انا نكوز لكم كلكم كلياتكم. ست تقبتك انت. اوكي الدراري انا اعتقدت بشوية ندير لكم
المقدمة. الله يبارك في حزقة ربي. شوفوا هاد الهضرة تبقى بيناتنا. الله راه ديما داير ودينا. لا راه ملاهي مع العيد. وسر بي قبل ما يحزق. هانتوما شفتوا السيناريو كامل ياك؟ 30 يوم بان فيها العربون. بانت العظمة ديال الله عز وجل. الو شد علينا عمك غنقرضوه على أربعة. أنا مبري منه. الله تكرفص علينا، دوز علينا العذاب. ومازال تيتمادى في الطغيان ديالو، ما بغاش يشبع. مص لينا الدم ديالنا، في الكرامة، في الحقوق. خليه يسود ولا يحكم. بايع الماتش انت ولد داود. وغير اقتراح. واسمعوا، خاص نديروا الثورة. ثورة؟ نورمال، نبقاو عايشين في القهرة، كون غير كان بعدا يستحق الحكم. غير حرقنا. اللهم نتحرقوا بكرامتنا ولا عيشة الدل. غتزرفنا ربك. وياه اللهم عيش الدبانة في البطانة ولا العواكش. واش ما عندكم نفس؟ آدم اش بان لك؟ اخويا انا ما عندي ما خاصني، انا ديجا قود صويع بديك لي التوت، هذيك هي التورة ديالي. نوح اش درنا؟ تا انا جهدي درتو. شنو درتي؟ نكت المعزل اللي ديت معايا في الباطو. لوط انا قاع ما تهضر معايا، ما خليت تورة الزوامل، ما خليت تورة المحارم. ابراهيم الله يرضى عليك ولدي، ما لقاش عندك شي تسابح نذكر به الله. انت غير نسى. يوسف انا الله حبيبي وانا حبيبه، اديه وجيبه حتى يفتح ليبه. سكوت سكوت، تراك درتي تورة الزكاك. ايوب تراك الخلية بجسمها عاملة ثورة، مشايف ليس على الكسيد حرج، ماشي مشكل. موسى انا ملي كنت ندير الثورة انتوما كنتو عاطينها الزهور القصايا. لا انت دوزتي الجرائم اخويا، الكذوب على الله حرام. سليمان ما خليت ما درت انايا. شوف عيسى من نيتك، انا نهار علقوني في الصليب بديت تنطلب في الاول، واربي علاش سمحتي فيا، واربي علاش سمحتي فيا. من ما جاوبنيش خرجت فيه طول وعرض، قلت ليه هبط دابا نفاريوها الراس في الراس. بقيتي غير انت محمد ودادي. الورقة دي حسن السيرة والسلوك ديالك بقى بلقى بحال ترمت يوسف. بيضة وحنينة. بغيتي تكون بحالنا خصك تبين على النية الصادقة. مشاكيل خصك انت دير التورة بحال كلشي. خايفة صاحبيك عليه، راه الخوف ديالك اللي عاطيه القوة. غيطيحوا فيها الرواحة صاحبي. وبركة من الهضرة العياشة، وزيد القدام ولك حظ اللور. وراني عارفكم عندكم الحق. ايوش تسنى؟ ما يمكنش نكونوا حنا كاملين يد وحدة وانت بوحدك خارج من الجماعة. هذا جاسوس وليداتي. اش غندير؟ كي داير هاد التور؟ نحيد سروالي؟ فطر قبل الحزقة، خسر رمضان. ما كايناش الماكلة. خذ التوتة ديال آدم. لا خلا هادي ما نديرهاش، رمضان تيخرج في الواحد. ولا اني ولد عاهر انت. قلت لكم عياش وكيوصل الهضره لسيدو. والله ما عياش، يمشي قود هو وجبريل والملائكه ديالو كاملين صبا صبا. فيك ايش شافاو؟ ارا تشوف ديك التوته؟ مالكم سكتوا؟ هدرو ديري ياك ما ديري. ادم نهار كلام السزرة المحرمة بنت ليه الحقيقة. اخوكم في الله ابليس. ادريس اللهم ان هذا المنكر وانا راغي ملاك. تكتب علينا اولدي. انا غير تنمتل والله ما عارف راسي شكون انا. دخلت في الطور مزيان، قال لي يلا جلس هنا انت عيسى، وجلست
ولا جا عندي جبريل. علاش تطيح عليا الباطل؟ الله تمزنزن هذا الله. أنا انت الله، انت جبريل، انتم الملائكة، درتوا لي الكاميرا الخفية. درنا لك اختبار وجبتي فيه زيرو يا محمد. ما تعلمتيش الدرس من تجربة آدم. شنو غديروا لي دابا؟ غتخرجوني من الجنة؟ غتبقى في الجنة ولكن غتولي غلام. والمائدة جمعات وبالخير والبركات يا وليد والأمة فرحات يا سعدي أنا عيد سعيد بالدعوات مبروك عليكم. أي 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 أني وشحال شطنا شل حوايج تعلمنا مبروك عليكم. واي اي 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 اوه ستالين هاديك هاديك اسكيب تيكون في خطر حمزة البراخ ايوان وبالرمضان الرمضان يوم السلامة يا العشران كل شي بمشيئة الرحمن. ويا وليدي والمؤمن ديما فرحان مبروك عليكم. وي 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 وادي قطو عندو واه الفوت فوت كان واه مخرج هبال تعطلات الحزقه اليوم اوليداتي والملك تزب المسرحيه التالات جمع كرك